ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم مستر احمد اسيستنت مستر هيثم. النهارده باذن الله هحل معاكم امتحان الدور الاولاني بتاع السنه اللي فاتت 2023. ان شاء الله تكونوا بتذاكروا عربي والدنيا ماشيه كويس. ده يعتبر من اهم الامتحانات من الاكسبيرمنتال اكزامز كلها، عشان ده اقرب امتحان لينا اللي هو امتحان السنه اللي فاتت على طول. فمحتاجين نبص كده على الافكار اللي فيه، نشوف الراجل كان بيفكر ازاي في الامتحان، وبرضه نركز في حته تقسيمه الدرجات. تعالى كده اوريك شوية حاجات ليها علاقة بالدرجات. اولا، انت امتحانك حتى هذه اللحظة المفروض ان هو 46 سؤال ب 60 درجة، وانت فاهم ان 44 سؤال بيبقى ام سي كيو وفي سؤالين بيكونوا مقالي، وطبعا كل سؤال مقالي بيكون بدرجتين. طيب تعالى كده نبص على تقسيمة الدرجات، هتلاقي ان هو بيقول لك ان انا عندي حوالي 31 سؤال في الالكتريستي ب 42 درجة، وعندي 15 سؤال في المودرن ب 18 درجة. فطبعا انت شايف كده ومركز ان الريشو اكيد ان الالكتريستي فيها درجات اعلى من المودرن، وده كلام منطقي وانت عارفه من اول السنه. طيب شابتر مثلا زي شابتر 1 6 اسئله عليهم 9 درجات، شابتر 2 9 اسئله 12 درجه، شابتر 3 قول مثلا 10 اسئله عليهم 12 درجه. ده كده الالكتريستي. او سوري، لسه في شابتر 4. عندك شابتر 4 6 اسئله ب 9 درجات. فانت واخد بالك ان الالكتريستي واخده كم كبير، واخد بالك برضو ان شابتر 2 شابتر 3 واخدين تقريبا حوالي 24 او 25 درجه. تدخل بعد كده على المودرن، الموضوع ايه؟ درجاته اقل. شابتر 5 5 اسئله 7 درجات، شابتر 6 3 اسئله 4 درجات، شابتر 7 3 ب 3، شابتر 8 4 ب 4. اتفقنا؟ انا مقسم لكم الامتحان ده ازاي؟ مقسمينه كل اسئله شابتر لوحدها. يعني احنا هنبدا اول حاجه مثلا بشابتر 1، هجمع لك الاسئله بتاعته في الامتحان، اقول لك ده رقم كذا او كذا او كذا، بحيث ان احنا نبقى خلصنا من اسئله الشابتر، بحيث ان انت تكون برضو اتدربت على ان انت تحل على كل شابتر لوحده. تمام؟ تمام. طيب تعالى نبتدي يا حاج بشابتر 1، 6 اسئله ب 9 درجات. نقول بسم الله كده ونبدا بسؤال سؤال. طيب يلا نبدا بسم الله. وطبعا زي ما اتفقنا يا شباب، انا مش بحل عشان خاطر اقول فاينل ريزلت ونمشي، لا، احنا محتاجين نفهم الراجل حط السؤال ده ليه، طب اشمعنى اخترت الاجابه دي مش الاجابه دي، طب اشمعنى حطيت القانون ده مش القانون ده، وهكذا. طب لو الراجل مثلا حب يحط سؤال شبهه السنه دي اللي هي سنتكم، بس يغير حاجه معينه، ايه الحاجه اللي ممكن يغيرها، وهكذا. اتفقنا؟ فارجوكم ركزوا معايا في كل سؤال واحده واحده. السؤال الاولاني هو سؤال رقم 26، بيقول لي which graph represents the correct relation between the electric potential between the two terminals of a fixed resistance. بص قال لك ايه؟ fixed resistance. يعني هو كده عايز يفكرني بانواع الريزيستنس. كان عندك نوعين، كان عندك اللي هي الاوميك ريزيستنس والنون اوميك ريزيستنس. الاوميك ريزيستنس لو فاكر حضرتك كان ال V بيساوي ال I في ال R، ال V دايركت مع ال I، ال R بتاعتك بتبقى كونستنت، والتمبريتشر بتاعتك بتبقى ايه؟ بتبقى كونستنت هي كمان. تمام؟ and the ammeter reading during the same temperature. يعني كده الراجل مثبت لي التمبريتشر، فانا كده خلاص متاكد ان هي اوميك ريزيستنس، يعني الريزيستنس اللي عندي دي كده اوميك ريزيستنس. طب حد ممكن يسال سؤال، هو انا امتى اقول ان هي اوميك وان هي مش اوميك؟ اي ريزيستنس عند حضرتك في المنهج هي اوميك ريزيستنس، الا لو الراجل قال عكس كده. فبالتالي كده انا بتعامل مع دي على اساس ان هي اوميك ريزيستنس. طب الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز ريليشن بتوين الفولتج وبتوين الكرنت. طب ما انا عارف ان الفولتج والكرنت دايركت، يعني هو عايز ريدنج الفولتميتر وريدنج الاميتر، كده كده الار بتاعتي دي ثابته والفي بيساوي الاي في الار، فلو الار دي ثابته يبقى الفي والاي مالهم دايركتلي بروبورشنال مع بعض، وطالما هي اوميك ريزيستنس فالجراف لازم يطلع ليني الريليشن بالمنظر ده، يعني تبقى الجراف رقم واحد. طب لو كانت اوميك ريزيستنس او لو كان قال لي درجه الحراره مش ثابته، كان ساعتها الجراف هيطلع كده اللي هو زي رقم كام؟ زي رقم 2. يبقى دي كده رقم 2 لما يبقى نون اوميك، انما دي امتى؟ لما يكون اوميك، لما درجه الحراره بتاعتك تكون ثابته. خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا، في ناس بتحل السؤال وايه قال لك خلاص انا كده الاجابه بتاعتي المفروض تبقى الرسمه الاولى، فيقوم مختار الاجابه لتر ايه. لا ركز، معلش بعد اذنك ركز، عشان هو كاتب لك بالعكس، يعني هو كاتب لك السيركت الاولانيه او الجراف الاولاني اخر اختيار، فدي حاجة المفروض انت تبقى مركز عليها. هي حاجات تبان ان هي تافهة او حاجات بسيطة، بس صدقني والله دي الحاجات اللي بتغلط فيها اخر السنة. تحويل يونت نسيتها، اتلخبطت وانت بتختار، اتلخبطت في البابل شيت بعد الشر، فبالله عليك ركز وانت بتحل. كده السؤال ده خلص ما فيهوش اي مشكلة، عرفنا الفرق ما بين الاوميك والفرق ما بين النون اوميك. طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده، ودي من الأسئلة الصراحة المهمة اللي حصل عليها شوية خناقة السنة اللي فاتت. مش خناقة عشان السؤال غلط، خناقة عشان في طلبة مش بتركز. فاكرين الحتة بتاعة البريدج؟
كنا بنقول ان انا لو عندي كارنت بالمنظر ده ودخل اتقسم على ريزيستنس هنا وريزيستنس هنا، وفي هنا كده ريزيستنس في النص بالمنظر ده كده كده، فلو دي مثلا كانت بستة اوم ودي مثلا قول معايا باتنين اوم، دي بتلاتة اوم ودي بواحد اوم ودي 15 اوم. ماشي، بص بقى ايه اللي كان بيحصل. كنت بقول لك يا حاج لو الريشيو بتاعت الستة على الاتنين بتساوي التلاتة على الار، من حقك ان انت تطير الخمستاشر، وكانت دي اسمها البريدج. يعني ستة على الاتنين بكام؟ ستة على الاتنين بتلاتة، تلاتة على واحد بكام؟ بتلاتة. فطالما ريشيو ده بتساوي ريشيو ده، يبقى انت من حقك ان انت تشطب الريزيستنس اللي هنا وتمشي الكارنت بتاعك هنا وتمشي الكارنت بتاعك هنا، والدنيا كانت جميله ومفيش مشكله. بس احنا حذرنا من اول السنه ان البريدج، طريقه البريدج او طريقه البوينتنج، هي اصلا مش عليك في المنهج ومش موجوده في كتاب المدرسه. طب كنا ليه بناخدها من اول السنه؟ عشان موجوده في المعاصر والكتب الخارجيه، فاكيد لازم تبقى عارفها عشان لو قابلتك وانت بتحل. فالشباب دخلوا على السؤال ده، قال لك بص، بسم الله الرحمن الرحيم، ار على ار وهنا ار على ار، يبقى انا كده الار دي ممكن اطيرها، يبقى كده البرانش اللي فوق 2 ار والبرانش اللي تحت 2 ار، يعني 2 ار بارلل مع 2 ار بكام؟ بار واحده. يجي يبص على الاجابات كالعاده هيلاقي الاجابه الاولى. وخلي بالك هو الراجل اللي بيحط الامتحان مش غبي، هو دايما بيبقى عارف انت هتفكر في ايه وعارف انت هتغلط في ايه، وبسم الله ما شاء الله يقوم حاطط لك الاجابه في الاول. طب ليه دي مش بريدج؟ تعال بقول لك ليه دي مش بريدج. انت خدت بالك الاول ان هنا الكارنت دخل وتقسم على فرعين، انما هنا الكارنت دخل وتقسم على كام؟ على 3 فروع. يبقى انا دلوقتي محتاج اميز ما بين الشكلين دول. بص كده، انا عندي شكل عامل كده، ادي ريزيستنس اهي وادي ريزيستنس اهي كده، والريزيستنس اللي هي هتتلغي موجوده في النص دي كده. الار مثلا نسميها ار 5 ودي سميها ار 1 ار 2 ار 3 وار 4. الكارنت بتاعك دخل وتقسم كده، وطبعا هنا ار 1 على ار 2 ايكوال ار 3 على ار 4. ساعتها حضرتك تقدر تقول لي ان ار 5 دي هتتكنسل، وكنا قلنا قبل كده هتتكنسل ليه بدون الدخول يعني في تفاصيل دلوقتي مش هنحتاجها، ان الفولتج بتاع النقطه دي هيبقى قد الفولتج بتاع النقطه دي، فبالتالي مفيش كارنت اصلا هيدخل هنا. دي كده رسمه البريدج. خدت بالك الفرق ما بينها وما بين دي؟ الكارنت دخل وتقسم على حتتين واتجمع هنا، انما هنا لا، ده الكارنت اصلا جه وتقسم 3 فروع. ادي الفرع الاولاني واتجمع هنا، ادي الفرع الثاني واتجمع هنا، ادي الفرع الثالث واتجمع هنا. يعني انا عايز اقول لك ان دي مساله سيريس وبارلل، ومساله هبله قوي. يعني متخيل يعني هنا كده هيبقى 2 ار بارلل مع ار بارلل مع 2 ار. بص يا باشا، 2 ار بارلل مع 2 ار بار، ار بارلل مع ار بكام حضرتك؟ بار اوفر 2 او نص ار، اللي هي الاجابه لتر كام؟ اللي هي الاجابه لتر سي. يعني على قد ما السؤال تافه جدا، هي مجرد بس الرسمه يعني ايه لخبطتك. يعني هي الرسمه لو رسمها كده مثلا، لو كان الراجل جايب لك في الامتحان رسمه عامله كده كده كده، كان السؤال هيبقى عبيط بالنسبه لك. ما انت خلاص بقى انت استاذ في السيريس والبارل. يعني لو السؤال كان جاي كده في الامتحان كنت حليته في ثانيه. بس هي التركيه كلها ان الرسمه شكلها يخوف او الرسمه شكلها يخض، وهي مش بريدج ولا حاجه. اتفقنا؟ يبقى فرق لي بالله عليك ما بين البريدج وما بين الايه؟ السيريس والبارلل العادي. ده كده كان سؤال رقم 28، الإجابة هتطلع لتر سي اللي هي R over 2. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب، سؤال رقم 36، 36 عندك في الامتحان، وده سؤال بدرجتين. خلينا نشوف السؤال بيقول لك ايه. طبعا واضح كده من الرسمة ان دي اومز لو اوف كلوز سيركت ودي كده ريوستات. بيقول لك if the reading of the voltmeter when the slider of the rheostat was at A was 12 فولت. هو السلايدر عند ايه؟ بص كده، الكهرباء ماشية كده 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 كده، عند ايه؟ يعني حضرتك انا ما عدتش على الريوستات، يعني كده الريوستات بالنسبه لي في الحاله دي بصفر. قرايه الفولتميتر كانت ب 12. طب انت واخد بالك من حاجه؟ الار الصغيره بزيرو، وما فيش اي حاجه في السيركت موجوده غير الريزيستنس، يعني ده كده بالنسبه لي هو الفي بي. يبقى الفي بي بتاعتي ب 12. عرفت منين ان الفي بي ب 12؟ لان مفيش حاجه موجوده في السيركت غير الريزيستنس دي، والريزيستنس واخده الفولتج كله اللي هو ب 12 فولت. يعني اللفه دي كلها عشان خاطر اطلع معلومه على جنب ان الفي بي بتاعتي ب 12 فولت. يبقى انا كده خلاص طلعت معلومه بقت معايا جاهزه ان الفي بي ب 12 فولت. بيقول لك بقى لو السلايدر راح عند بي، بص بقى ايه اللي هيحصل. يعني لو دلوقتي السلايدر ده كده راح عند بي، فساعتها انا هاخد جزء من الار في، يعني الار في مش هتبقى بزيرو، هتبقى برقم.
قال لك بقى ان قرايه الفولتميتر دي بقت بكام؟ 3 فولت. طب شغل دماغك معايا، معلومتين، هات المعلومه الثالثه، معاك الفولتج ومعاك الريزيستنس، هات لي الاي توتال يلا، يعني 3 على 5 اللي هي 0.6. طب انت معاك الكرنت ومعاك الفي بي، هات لي الار توتال، ار توتال ايكوال في بي على الاي توتال، كده كده الار الصغيره بزيرو، الفي بي ب 12، الاي توتال بكام؟ ب 0.6، طلعها بكام؟ ب 20. اوعى اياك تختار 20، استنى اللي انت طلعته ده دلوقتي الار توتال اوريدي، انت كان عندك هنا 5، يبقى الار في بكام؟ الريوستات بكام؟ 15. لا ركز معايا، انت عندك هنا كده 5 اوم، وعندك هنا كده ان سيريس الار في، اللي انا طلعته ده الار توتال بتاعهم كلهم طلع بكام؟ طلع ب 20، شيل منهم الخمسه يتبقى لك كام؟ يتبقى لك 15، يبقى فاليو الار في بتاعتك هتطلع 15. بالله عليك ركز وانت بتحل، ركز وانت بتختار الاجابه، عشان دايما الاجابه الغلط اللي انت مطلعها هتلاقيها منوره قدامك في الاجابات، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب، سؤال برضو من الاسئله المهمه اللي فكرتها بتتكرر كتير قوي في امتحانات ثانويه عامه، ان هو يجيب لك اربعه ستريت وايرز ويبدا بقى يسالك مين اللي عنده ريزيستنس اعلى من الثانيه، مين اللي عنده مش عارف كوندكتيفيتي اقل من الثانيه وهكذا. بيعتمد الموضوع كله ان هو بيبقى مديك الدايمنشنز بتاعه الواير وحضرتك تبدا تشوف هو عايز ايه. هو هنا بيقول لك فور وايرز ميد اوف ايه؟ ديفرنت ماتيريال، ديفرنت ماتيريال، يبقى كده الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي اكيد مش واحد. بعد كده بيقول لك يا ترى انهي واير من دولت عنده ذا جريتست كوندكتيفيتي وكلهم عندهم نفس الايه؟ نفس التمبريتشر، عشان احنا كنا فاكرين ان من العوامل او من الفاكتورز اللي بتاثر على الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي هو كايند اوف ماتيريال اند تمبريتشر. طب تعالى نشوف احنا هنا هنعمل ايه؟ خلينا ارجع لك سريعا كده على الرولز عشان تفتكرها معايا. والله الريزستنس كانت بتساوي ريزستيفيتي في اللينث على الاريا، ومنها طلعنا ان الريزستيفيتي بتساوي رال اللي هو ار اي على اللينث، والكوندكتيفيتي هي عكس الريزستيفيتي يعني بتساوي ايه؟ يعني بتساوي ار، يعني بتساوي اللينث على الار في الايه. فحضرتك هتعمل ايه معايا؟ ركز، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنمسك كل واير من دولت ونجيب الكوندكتيفيتي بتاعته ونشوفها تطلع بكام، وبعد كده نشوف اكبر واير فيهم هو اللي يكون عنده اعلى كوندكتيفيتي. تعال نمسك الواير الاولاني، ها اللينث بكام اهو؟ باتنين، والريزيستنس بكام؟ بفور. طب الاريا بكام؟ خلي بالك ان ده ريديس، وانا باخد الاريا يعني باخد الريديس سكوير، لان انت بتتعامل مع ستريت واير، فبالتالي انت عايز الكروس سكشنال اريا دي اللي هي باي ار سكوير. طيب يبقى كده هاخد 1 اوفر 4 سكوير. طيب على الكالكليتر سريعا كده هتحسب لي الحسبه دي، 2 اوفر 4 ملتبلاي 1 اوفر 4 سكوير تطلع معاك ب 8، يبقى واير 1 ده كده طلع ب 8. هتقول لي انت وديت فين ال L وال R وال A؟ اعتبر ان هم بواحد عشان تمشي الدنيا وتسهل امورك. طب تعالى هنا اللينس بتاعك ب 4 L، يبقى كده 4 على الريزستنس ب 3، وهنا الريديوس بنص، يبقى الاريا بتاعتك نص سكوير، يبقى كده 4 على 3 في 1 اوفر 2 سكوير، دي هتطلع معايا 16 اوفر 3 اللي هي 5.33. لغايه دلوقتي ايه؟ رقم واحد هو اللي يكسب. طب تعالى هنا اللينس بكام؟ باتنين، الريزيستنس 3، وهنا كده الريديوس باتنين، يعني الاريا 2 سكوير، يبقى كده 2 على 3 في 2 سكوير اهو، 2 على 3 في 2 سكوير 1 على 6 اللي هي 0.1667. طب تعالى على اخر واحد اللينس بخمسة والريزيستنس باتنين، وهنا كده بواحد، يبقى واحد سكوير، يعني هنا كده خمسة على الاتنين يعني 2.5. ركز انا عملت ايه؟ انا كل اللي عملته ان انا قمت جايب الكوندكتيفيتي بتاعة الاولاني والتاني والتالت، وحاليا انا مستني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقارن واشوف مين فيهم ذا جريتست. طب مين فيهم اكبر كوندكتيفيتي؟ اكيد رقم كام؟ رقم ايه؟ اللي هو رقم واحد يعني واير 1، عشان طلعت ب8. طب لو نفس السؤال قال لي مين اللي عندها اقل كوندكتيفيتي؟ اكيد هقول له رقم 4. وعيش بقى نفس الفكره، لو هو جاب لك مثلا ريزيستيفيتي خلاص انت فاهم، هتعوض بقى بالرول ده، واللي عنده كوندكتيفيتي عالي عنده ريزيستيفيتي قليل، لو العكس صحيح. اتفقنا؟ يبقى الفكره دي او النوعيه دي من الاسئله بتتكرر كتير، ممكن يقول لك رتبهم ascendingly مثلا according to their conductivity according to their resistivity، ممكن يقول لك مش عارف مين اللي هيبقى عنده ريزيستنس عاليه مين عنده ريزيستنس قليله، رتبهم according to current. والاسئله دي لو انتم بتحلوا امتحانات هتلاقوا ان هي بتتكرر.
نروح بقى لاخر سؤال معانا في تشابتر 1، سؤال محترم جدا جدا وسؤال حلو محتاج مننا ان احنا نركز. هو هنا في مساله كيرشوف دي هو كان عايز ريشيو بتوين الاي 3 وبتوين الاي 2. ركز بقى معايا في اللي يحصل عشان فن اختيار اللوب هنا هيفرق معايا جامد قوي في المساله. مبدئيا بس عايز الفت نظرك لحاجه، ماثيماتيكالي انا لما اجي احل اي ايكويشن لازم يبقى عدد الانونز قد عدد الايكويشنز. يعني لو انا عندي انون واحد يبقى عندي كام ايكويشن؟ ايكويشن واحده. طب لو عندي اتنين ايكويشن يبقى عندي تو انونز. طب لو عندي ثري انونز يبقى عندي ثري ايكويشنز وهكذا. فانا قبل ما ابدا في المساله بس خلينا نشوف انا عندي كام انون. ادي اي 3 يمكن بس هي مش واضحه، خلينا نوضحها شويه. اللي فوق دي كده اي 3 ودي كده اي 2 ودي كده اي 1 ودي كده في بي. تعال نعد عدد الانونز. مبدئيا انا عندي الاي 1 والاي 2 والاي 3 والفي بي والكرنت اللي المفروض داخل من هنا اللي انا ما اعرفش هو بكام، سميه مثلا اي 4. يعني انا عندي في المساله تقريبا حوالي 4 انونز او 5 انونز كمان. هل انت قدراتك العقليه تسمح ان انت تحل 4 ايكويشنز 4 انونز؟ لا. فبالتالي المساله دي مش هتتحل بالطريقه الطبيعيه، يعني المساله دي مش هتتحل 3 ايكويشنز في 3 انونز. امال هتتحل ازاي؟ اكيد في تريكه معينه هتحصل. وعشان كده حتى هو ما طلبش منك اي 2 اي 3، ده طلب منك الريشيو بتاعته. طب بص كده انا هعمل ايه؟ هو عايز الاي 3 والاي 2. عينك اهو، عينك على الاي 2 والاي 3. في حد ذكي قال لك ايه؟ قال لك انا ممكن اخد اللوب اللي هنا بحيث ان اللوب دي فيها الاي 2 والاي 3 بس. بس في مشكله ان في بطاريه اسمها في بي. طيب في حد تاني قال لك ايه؟ قال لك بص كده، حد ناصح، اللوب اللي انا بلونها دي، شايف اللوب دي؟ هي اللوب دي فيها مين؟ اللوب دي ما فيهاش غير الاي 3 والفي بي. حلو قوي. طب بص كده اللوب الزرقاء دي، كده 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 كده، لوب دي ولا مش لوب؟ لوب. اللوب الزرقاء دي ما فيهاش غير اي 2 وفي بي وفي بي. لقطت الفكره اللي انا هلعب عليها دلوقتي. انا هجيب الاي 3 ان ترمز اوف في بي والاي 2 برضو ان ترمز اوف في بي واعمل ما بينهم ريشيو والمساله تخلص في ثانيه. يبقى كل اللي انا عم بعمله ان انا بختار اللوب الصح، اللوب الحمراء دي واللوب الزرقاء. لو اخترت التو لوبس دولت المساله بتاعتك هتخلص في ثانيه. طب لا قدر الله، لا قدر الله ما اخترتهمش، تلاقي المساله كلكعت معاك وكبرت ودخلت في شويه ايكويشنز وانونز كتيره وماث وايه وكلام انت في غنى عنه. طيب بص بقى انا هعمل ايه. ادي اللوب الاولانيه بتاعتي، هحاول بس ادخل لك الخط شويه. انا ماشي كده 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 كده، واللوب بالمناسبه هي اي كلوز باث، يعني مش شرط حاجه معينه. تعال بقى نشوف احنا هنمشي ازاي. انا عن نفسي ممكن امشي كلوك وايز. تعال نمشي كده بلس ماينس، الكرنت جاي كده، ده كده مين ده؟ ده اي 3. يبقى كده 2 اي 3. لفيت 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 خبطت في نيجاتيف 2 في بي، يبقى ماينس 2 في بي. كل الكلام ده بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي زيرو. طيب كلام محترم. طب ما تودي لي كده نيجاتيف 2 في بي الناحيه دي، يعني كده 2 اي 3 ايكوال 2 في بي. حضرتك تطير الاثنين مع الاثنين، طلعت ريليشن مهمه جدا بتقول ان اي 3 بتساوي الفي بي. يبقى انا كده على جنب حضرتك انا جبت ان الاي 3 بتساوي في بي. بنفس الطريقه دي وبنفس الفكر ده هجيب برضو اللوب بتاعت الاي 2 واجيب الاي 2 ان ترمس اوف في بي، ويبقى كده المساله خلصت. افتكر بس معايا اللي احنا مطلعينها دي. انا دلوقتي هاخد انهي لوب؟ هاخد اللوب دي كده 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 اهو. ادي البطاريه بتاعتي في بي وادي كده الاي 2 والكرنت جاي كده بلس ماينس. تعال نمشي يا عم كلوك وايز. اول حاجه خبطت فيها بطاريه يعني بلس في بي، وبعد كده ها بلس الاي في الار يعني بلس 4 في اي 2، وبعد كده لفيت ماينس 2 في بي يبقى ماينس 2 في بي. كل الكلام ده بيساوي زيرو. طب في بي ماينس 2 في بي، يعني 1 ناقص 2 بنيجاتيف في بي، يبقى كده نيجاتيف في بي بلس 4 اي 2 ايكوال تو زيرو. ودي لي الفي بي الناحيه دي، يبقى كده 4 اي 2 ايكوال في بي. حلو قوي الكلام ده، يعني اي 2 بتساوي كام؟ بتساوي في بي على الاربعه. خدت بالك من حاجه؟ مساله خلصت. بص كده نمسح الكلام ده. هو كان عايز اي 3 على اي 2، واحنا كنا مطلعين ان اي 3 ايكوال الفي بي، ولسه جايب دلوقتي ان الاي 2 بتساوي في بي على الاربعه.
تعالى نعوض، يبقى كده الاي 3 هشيلها واكتب بدلها في بي، والاي 2 هشيلها واكتب بدلها في بي على 4. طير في بي مع في بي، تحت اللي تحت يطلع فوق، الريشيو بتاعتك طلعت 4 اوفر 1. سؤال بدرجتين عشان عايز حد لماه، عايز حد عنده مهاره او فن اختيار اللوب، هو بيختار اللوب الصح، اللوب المناسبه اللي ممكن تريح دماغه وتسهل له المساله. حلو، كلام جميل. انت دلوقتي عشان قاعد وبتحل في البيت ومعاك كوبايه النسكافيه وقاعد في التكييف ومبسوط، فانت بتقول طب ما تسهله هختار اللوب والمساله خلصت. طب حط نفسك في الامتحان، لو انا دلوقتي في الامتحان وبعد الشر لا قدر الله لا قدر الله مثلا ما جاش في بالي التفكير ده، وده وارد ان هو يحصل، خلي بالك انت ممكن في الامتحان تتوتر او مثلا ما يحصلش توفيق وتبقى ايه مش عارف تختار اللوب دي، هل في حل تاني بديل؟ اكيد طبعا في حل بديل، انت كده كده امتحانك ام سي كيو، فانت لازم هتجرب وهتحاول. هتعمل ايه؟ شايف الفي بي اللي عندك دي، افترض ان هي باي رقم، افترض مثلا ان الفي بي دي مثلا ب 12 فولت مثلا، او الفي بي دي مثلا ب 12، يبقى كده 2 في 12 ودي 24، واشتغل المساله بتاعتك عادي جدا، كي في ال وكي سي ال 3 ايكويشنز في 3 انون، وهات اي 2 واي 3 واي 1 واشتغل وروق الدنيا وزي ما انت عايز، صح مش غلط. بس طبعا هو الراجل مش حاطط السؤال عشان انت تقعد بقى ايه تحل بالطريقه دي، هو الراجل حاطه عشان انت تختار الاثنين لوبس دولت وتخلص الدنيا بالريشيو والمساله تبقى سهل. بس انا بقول لك في اقصى الظروف، في اسوا الظروف، وورست كيس سيناريو يعني بعد الشر لو حصل حاجه ومش قادر ان انت تختار اللوب المناسبه. اتفقنا؟ يبقى كده الاجابه تطلع 4 اوفر 1. ده كان سؤال رقم 29. كده يا شباب احنا خلصنا الاسئله بتاعه تشابتر 1، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وشفتوا الافكار بتاعه تشابتر 1 بتيجي شبهها ازاي. ندخل بعد كده على تشابتر 2. تشابتر 2 تسع اسئله 12 درجه. نبدا بالسؤال الاولاني. الراجل هنا بيقول لك the figure represents two long straight carrying wires، ماشي A and C، المسافه دي كده ب x والمسافه دي كده ب 4x، تمام كلام منطقي. بعد كده بيقول لك ايه؟ بعد كده بيقول لك والله اوكي the direction of the current C that produces a neutral point عند ال Z، يعني هو عايز النقطه اللي اسمها Z دي تبقى ايه؟ تبقى neutral point. معلوماتك ايه عن نيوترال بوينت بسرعه كده؟ خلينا نسمرايز القصه دي عشان ما تنساش. اهو بص كده في الحته الفاضيه دي، افتكر معايا. نيوترال بوينت مهم قوي الكلام ده، مفيش امتحان ثانويه عامه في الدنيا ما فيهوش مساله نيوترال بوينت. طيب نيوترال بوينت اولا بيبقى موجود في الحته النيجاتيف ريجن، عند النيوترال بوينت بيبقى بي 1 اد البي 2، عندي النيوترال بوينت البي توتال بيساوي زيرو، او ممكن اقول ان البي توتال بيفانش. عندي النيوترال بوينت الكومباس بتاعتك does not deflect. حلو، يبقى النيوترال بوينت تبقى موجوده في الحته النيجاتيف، البي 1 قد البي 2، البي توتال بيساوي زيرو، البي توتال بيفانش، الكومباس does not deflect. ممكن برضه اقول ان الناس اللي بتعمل اكس قد الناس اللي بتعمل دوت. طب تعالى كده نجرب الحوار ده على الستريت واير سريعا، انا برجع لك بسرعه عشان تبقى فاكر. لو الاثنين ستريت واير كانوا مع بعض فكنت بقول ان هنا بلس وهنا ماينس وفي النص ايه ماينس. طب لو كانوا عكس بعض كنت بقول ان هنا ماينس هنا ماينس وهنا بلس. يعني لو هما مع بعض النيوترال بوينت موجوده في مكان ما هنا، طب لو هما عكس بعض النيوترال بوينت يا موجوده هنا يا موجوده هنا. فاضيف بقى لمعلوماتك هنا كده رقم 7 ان هي بتبقى نير مين؟ نير الويك ايه؟ الويك كارنت. فبالتالي مثلا لو ده كان باي وده ب 3 اي فكنت بقول ان هي تبقى هنا كده، النيوترال بوينت هتبقى هنا عند الويك كارنت. ولو انا بتكلم على الستريت وايرز فا اي 1 على ديستانس 1 ايكوال اي 2 على ديستانس 2. اتفقنا؟ تعال بقى نشوف المساله، ده لو عايز حد يصور يعني او يكتبها. تعال نشوف المساله بقى بتقول لك ايه. الراجل هنا معترف ومقر ان النقطه اللي اسمها زد دي هي نقطه نيوترال بوينت. طيب يعني الحته دي كده عباره عن نيجاتيف، فلو ده بيبص لفوق ده برضو لازم يبص لفوق، يبقى انت مبدئيا كده لازم يكون ان ذا سيم دايركشن اوف واير ايه، ان ذا سيم دايركشن اوف واير ايه، مستبعد مستبعد، يبقى انت الاجابه بتاعتك ما بين لتر ايه او لتر بي. طب احنا لسه قايلين ان اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2، يعني الكرنت بتاع سي على المسافة اللي هي x بيساوي الكرنت بتاع الـ A اللي هو 2 أمبير على المسافة اللي هي 4x. طب ما أنا ممكن أطير x مع x، يتبقى لي إن IC equal
2 over 4 اللي هي 1 over 2 اللي هي 0.5. يعني كده الإجابة في الآخر بقت لتر كام يا شباب؟ بقت لتر B. يبقى تاني هي مسألة نيوترال بوينت عادية جدا وعبيطة، خلصت في خطوة. عملت إيه؟ I على D equal I على D. وعرفت منين موضوع الاتجاه؟ اتفقنا لو الاثنين ستريت وار ان ذا سيم دايركشن يبقى في النص ما بينهم ممكن يبقى في نيوترال بوينت، انما لو عكس بعض النيوترال بوينت كانت هتبقى بره. هو مقرر ومعترف بيقولك ان النقطه اللي اسمها زد دي هي نيوترال بوينت، فخلاص ده معناته ان لازم الريجن دي تبقى نيجاتيف ريجن. يبقى الاجابه لتر بي. ده كان سؤال رقم واحد في الامتحان عندك. سؤال رقم اتنين جايب لك جراف جميل بتوين البي وبتوين الاي، وبيقول لك والله ان الكلام ده على السبايرال كويل. طبعا كلمه سبايرال كويل دي يمكن اول مره تشوفها، بس هي بالظبط زي كلمه ايه؟ زي كلمه السيرينويد. طب ركز كده معايا وافتكر هو قانون بي سيرينويد كان بيساوي ايه. والله بي سيرينويد كانت بتساوي منيلز. جميل. بيقول لك بعد كده if you know that all the coil have the same magnetic permeability، يعني كده كلهم عندهم نفس الميو. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ وبيقول لك the coil have the smallest length، يعني هو عايز يعرف انهي كويل عنده اقل لينث. طب بص كده، لو انا ثبت مثلا الاي في مكان ما هنا، يعني كده الاي بقت ثابته والان كمان ثابته، يبقى البي والال مالهم انفرس مع بعض. اللي عنده بي كبيره اللي هو الان هيبقى عنده ال قليله، يبقى الانسر بتاعتي هتبقى كام؟ هتبقى ان. لا تاني الحته دي عشان ما فهمتش. البي انفرسلي بروبورشنال مع اللينث، وهو بيقول لي مين فيهم عنده لينث قليل، فاللي عنده لينث قليل هيبقى عنده بي كبيره. مين اللي عنده بي كبيره في دولت؟ طبعا اكبر واحد واكبر انجل بالنسبه لي اللي هي مين؟ اللي هي الان. طب لو كان عكس السؤال، لو كان قال لي ان هو عايز ذا جريتست لينث، طب ما جريتست لينث يبقى اقل بي يعني مين؟ يعني الان. اتفقنا؟ فده سؤال بيختبرك هل انت عارف الرول، فاكر الرول ولا لا، عارف مين انفرس مع مين ومين دايركت مع مين ولا لا. فالاجابه هنا بمنتهى السهوله تطلع لتر ايه. سؤال اهو خدت الدرجه وروحت. ندخل على اللي بعده. بيحاول هنا بقى يعمل ايه؟ اسئله اللي هي الكومبو لارج، اللي هو بيبقى مجمع كذا حاجه في نفس الوقت. طيب بص بيقول لك ايه، الراجل بيقول لك والله ان هو عايز يعرف علاقه بي كويل 1 او بي سنتر 1 وبي سنتر 2. هو ايه اللي حصل؟ ماشي. طب بص بقى انا هعمل ايه؟ بص انا هعمل ايه؟ ماشي. تعالى نحسب البي توتال في السنتر الاولاني. هو مش الورده بيبص لفوق؟ والورده برضه بيبص لفوق؟ احنا سالنا من شويه، يعني في النص ما بينهم ايه؟ في ماينس. يعني ده كده معناته ان البي توتال في سنتر 1 بتساوي بي واير 1 بلس بي واير. يبقى كده ميو الاي ده بكام؟ باي على 2 باي. المفروض في الدي، بس هو مسمي لك الديستنس دي ار، خليها ار بلس. صح؟ لا مش بلس، ركز، ماينس. الكارنت ده بكام؟ ب 2 اي، يبقى 2 ميو اي على 2 باي. المسافه بكام؟ بار. ناخد كومن فاكتور، خد لي كومن فاكتور مثلا ميو اي على ار، ونشوف ايه اللي متبقي. ميو اي على ار هيتبقى لي هنا كده 1 اوفر 2 باي ماينس، ادي ميو اي على ار اتبقى لي 2 اوفر 2 باي. تعال نحسب 1 اوفر 2 باي ماينس 2 اوفر 2 باي، يعني هيدينا نيجاتيف 0.159، يعني كده 0.159 ميو اي على ار. من اللي انا جبته ده، ده كده البي سنتر 1. وارجوك ما تقوليش بقى ماث ومش ماث، ده مش ماث، ده كومن فاكتور. انت لو بتقولي بقى ان انا اصل انا علمي رياضه او علمي علوم وما بعرفش اخد كومن فاكتور، لا معلش انت كده ايه، كنتش هينفع تدخل علمي اصلا، ده كومن فاكتور. لو انت مش عارف اعرف، عشان ده مهم في الامتحان، لازم تكون بتعرف ازاي تاخد كومن فاكتور. ماشي. يبقى انا دلوقتي جبت البي بتاعت سنتر 1، بنفس الطريقه هجيب البي بتاعت سنتر 2. انا هنا عندي كام شكل؟ انا عندي شكلين، عندي تو كويلز، قانون الكويل مونيتور، وخلي بالك ان الاثنين عكس بعض، فبالتالي هيبقوا ماينس. فكده بي سنتر 2 ايكوال بي، خليها بقى بي توتال يعني عند سنتر 2 ايكوال بي كويل 1 ماينس بي كويل 2. يعني ميو الان بكام؟ هو الراجل قال لك هنا 2 ميتاليك رينجز، فالان ب 1 واحد.
الكارنت بتاع الصغير بكام؟ باتنين اي على 2 في الراديوس الصغير اللي هو بار ماينس ميو في 1 الكارنت بتاع الكبير باي على 2 الراديوس بتاع الكبير بكام؟ باتنين ار. والكومن فاكتور اللي باخده ميو اي على ار، شوف مين اللي متبقي، ميو اي على ار اتبقى لك هنا 2 اوفر 2 ماينس ميو اي على ار اتبقى لك 1 اوفر 2 ملتبلاي باي 2. نحسب يا باشا الحسبة، يعني كده 1 ماينس ربع اللي هي 3 اوفر 4 تقريبا، ماشي صح، 2 اوفر 2 ماينس 1 اوفر 2 ملتبلاي 2 3 اوفر 4، يعني الكلام ده كده كله طلع ب 3 اوفر 4. يبقى كده 3 اوفر 4 اللي هي 0.75 ميو اي على ار اللي هي بالنسبة لي بي سنتر 2. طب مين فيهم اكبر من التاني؟ اكيد 0.75 اكبر من 0.5159، يعني كده بي سنتر 2 اهي اكبر من بي سنتر 1. يبقى الاجابة يا شباب بتطلع لتر دي. انا اتعلمت ايه من السؤال ده؟ اولا قانون الستريت واير قامته بد، قانون السيركلر كويل مونيتور، دي اول حاجة. ثانيا امتى يبقوا بلس وامتى يبقوا ماينس، وحاجة مهمة برضو حاجة كده في الماث بسيطة، ازاي اخد كومن فاكتور؟ انا ليه باخد كومن فاكتور؟ عشان عايز اعمل كومبارزن، عايز اقارن، عشان كأن ده كده هو ده، فخلاص ولا كأني شايفه، اعتبر مثلا ان هو باكس بواي بعبد السميع بعبد السلام مش هتفرق، وقارن بقى ما بين الرقم ده الكوفيشنت ده والكوفيشنت اللي هنا. اتفقنا؟ يبقى كل اللي انا عملته ثاني يا شباب اهو، بالنسبه للاثنين ستريت واير عملتهم ماينس وجبت التوتال بتاعهم وخدت كومن فاكتور، بالنسبه للكويل عملتهم ماينس وخدت الكومن فاكتور. تمام، يعني طويله شويه هي بدرجه بس مساله ايه خدت مني شويه خطوات وشويه وقت. نروح للي بعدها، دي مساله بتاعه الايه الميتشل فورس. طبعا الميتشل فورس لو حضرتك فاكر لو الاثنين كانوا مع بعض ان ذا سيم دايركشن كان ما بينهم فورس كده بتشدهم اسمها اتراكشن فورس، طب لو كانوا عكس بعض كان ما بينهم فورس بس كده اسمها ايه ريبولشن فورس. طب القانون العملاق الفورس كانت بتساوي ميو في اي 1 في اي 2 في اللينث على 2 باي في الدي. هو هنا الراجل محترم بيقول لك ان انا عندي واير اكس از افكتد باي ا ماجنتيك فورس وادالك الفورس اهو تو ذا رايت. هو فين واير اكس يا عم؟ ادي واير اكس. هو بيقول لك ان واير اكس ده بيتعرض لفورس ناحيه اليمين. طب ما لو اكس ده بيتحرك ناحيه اليمين يبقى واي برضو بيتحرك ناحيه الشمال، يعني ما بينهم اتراكشن او ريبولشن، يعني كده لازم اتجاه الكرنت يبقى بالاوبوزيت، يعني لو الكرنت اللي في الواي طالع لفوق يبقى الكرنت اللي في الاكس لازما يبقى نازل لتحت، يعني كده الدايركشن بالنسبه لك هيبقى داونورد. نستبعد. وخلي بالك طريقة الاستبعاد دي مهمة جدا، مش بس في الفيزيكس والله، في كل المواد التانية. ليه؟ زي ما بقول لك انت امتحانك ام سي كيو، يعني انت عندك اربع احتمالات، البروبابيلتي تخدتوا ستاتستكس فاهمين الكلام ده المفروض، يعني البروبابيلتي بتاعت اي اجابة المفروض 25%، فانت لما تستبعد لي اجابتين ويبقى قدامك اجابتين يبقى البروبابيلتي بتاعتك زادت بقت 50% 50-50، يعني انت لا قدر الله حتى في الامتحان لو الدنيا قفلت معاك خالص انت لو هبت ما بين الاجابتين دول احتمال 50% ان واحده منهم تطلع صح. انت فاهم مفكر في ايه؟ طب احنا ايه؟ مش هنهبد، احنا هنحل بما يرضي الله ونطلع الاجابه صح. طيب هو كان مدي لك الفورس ومدي لك الكرنت اللي هنا ومديك المسافه ومش مديك الكرنت ده ومديك ان هو بريونت لينس، فهو مديك اللينس اللي هو ال ال، فتعالى نعوض. الفورس بتاعتك بكام؟ 2 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 ايكوال، يلا الميو بكام؟ 4 باي ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 7، الاي ب 2، الاي الثاني الله اعلم، اللينس ب 1 على 2 باي في المسافه اللي هي ب 50 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. شيفت سولف حضرتك او كروس ملتبليكيشن، ومفيش حاجه اسمها اصل انا ما بعرفش اعمل شيفت سولف. لازم تتعود تعمل شيفت سولف، واللي مش بيعرف يعمل شيفت اللي مش بيعرف يعمل شيفت سولف يا ريت يسال حد من صحابه او يسال حد مننا من الاسيستنت، عشان ما ينفعش تدخل الامتحان من غير ما تكون بتعرف تعمل شيفت سولف. طيب طلعت الكرنت بتاعي طلع ب 2.5، يبقى الاجابه كده تطلع لتر كام؟ تطلع لتر بي اللي هي 2.5 داون. سؤال برضو لذيذ ما فيهوش مشكله، درجه، حافظ القانون، عارف الفرق بين اتاكشن ريبولشن، مساله خلصت معاك على طول. السؤال اللي بعديه نمبر 5، جالفانومتر از كونكتد ان سيريز وذ ا ريزيستنس اوف 2000 ات از كونفرتد تو ا فولتميتر. ماشي، يعني انا دلوقتي عندي جالفانومتر اتوصل بار ملتبلاير كبيره حبتين ب 2000 وهو مديك ان الكرنت ب 0.01
وقلب الجهاز بقى فولتميتر، وبيقول لك ان الماكسيمم بوتنشال ديفرنس ب 20.5، يعني الفي توتال ده كده كله الفي توتال بيساوي 20 بوينت كام؟ 20.5. اسالك سؤال، معاك الفي توتال ومعاك الاي توتال، ايه رايك لما اجيب الار توتال؟ خلي بالك انا مسائل الفولتميتر دي دايما بحب احلها في شابتر 1، بتلاقي الموضوع اسهل وايه وابسط. يعني هتعمل 20.5 على 0.01 اهو، يبقى انا دلوقتي بجيب الار توتال، عملت 20.5 اللي هو الفي توتال على 0.01، طلع لي ان الار توتال ب 2050. خلي بالك بقى من حاجه، يعني دولت كلهم على بعض ب 2050. طب لما ده لوحده ب 2000 يبقى الار جي بكام؟ ب 50، عشان يبقى 2000 زائد 50 ب 2050. يبقى كل المهرجان ده عشان خاطر حضرتك تجيب لي ان الار جي بتساوي ايه؟ بتساوي 50 اوم. امسح لي بقى الكلام ده كده بعد اذنك. يبقى انا خلاص دلوقتي بقيت عارف ان انا عندي اهو الرسمه بتاعتي ار جي بتساوي 50 اوم، وكده كده الار جي دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كلام. وبرده نفس الكلام الاي جي اللي هنا اللي هو 0.01 ده ما فيهوش كلام، ده رقم ثابت. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ان اوردر تو ميجر ا بوتنشال ديفرنس اوف 10.25، يا ترى الريزيستنس اللي اسمها 2000 دي المفروض اشيلها اريبليس ال 2000. هو قال لك ريبليس، ها مش هزود عليها واقلل عليها حاجه، يعني بيقول لك هشيلها وريبليس. راحت فين؟ عشان نتخانق بعد شويه في سؤال الاوميتر. قال لك ريبليس ات باي انذر 1 اللي هي كام؟ اللي هي انا ما اعرفهاش ار ملتبلاير 2. ليه؟ عشان خاطر اخلي الفي توتال الجديد ب 10.25 فولت. طب ما بنفس الطريقه، بص كده ادي في توتال وادي اي توتال، تعالى اعمل لي 10.25 على 0.01 هيدي لك كام؟ هيدي لك 1025. بص على الاجابات، اوعى اوعى تختار اول اجابه، بيبقى حاططها لك كده منوره في وشك اول اجابه عشان تطلع غلط. مين اللي انا جبته ده؟ ده الار توتال كله، انا عايز الار ام بس، يبقى شيل منها ال 50، يبقى اعمل 1025 ناقص 50 تطلع لك 975. الاجابه لتر سي. طريقه حل منطقيه ومظبوطه وما فيهاش اي مشكله. حضرتك لا عايز تمشي بالقوانين بتاعه الفولتميتر وبقى تقعد تحسب مش عارف ار ام ايكوال في توتال ماينس في جي على اي جي، براحتك زي الفل عادي. في حد تاني على فكره ذكي، بص قال لك ايه؟ قال لك هي مش دي ب 20.5 ودي ب 10.25، يعني الفولتج قل للنص. قلت له اه، طب ما لو الفولتج قل للنص يبقى الريزيستنس قلت للنص وخلص المساله في ثانيه. هي كانت 2050 فلما دي تقل للنص يبقى هتبقى 1025 بس، ونقص منها ال 50 طلعت ب 975. قصدي يعني اقول ان كل واحد ممكن يحل بطريقته عادي، يعني مش طريقه معينه انت لازم تحل بيها، اهم حاجه احنا بنحاول ندور على الطريقه الاسهل والطريقه الاسرع والاضمن عشان خاطر تنجز وقتك في الامتحان، لان هو الموضوع كله عامل وقت مش اكتر ولا اقل، احنا بنرايح حته الوقت في الامتحان. السؤال اللي بعده سؤال على الاميتر. تعالى راجع لك، ودي حته مهمه بتاعت السنسيتيفيتي والاكيوريسي والرينج والقصه الحزينه دي. بص كده، انا النهارده لو عندي هنا كده ار شنت وعندي هنا كده ار جالفانومتر، المفروض ان الديفايس اللي قدامك ده كده الاميتر. بص ايه اللي هيحصل لو انا قمت بطريقه ما مقلل الار شنت، فده معناته كده ان الار توتال بتاعك هيقل، ولما الار توتال يقل يبقى الاي توتال ماله؟ هيزيد. طب هو مش الاي توتال ده هو الرينج؟ هو يعني ايه رينج اقصى اصلا؟ هو اقصى حاجه ممكن الديفايس يقيسها، وده اميتر يعني بيقيس كارنت، يعني اقصى كارنت ممكن يقيسه اللي هو الرينج. فلو الاي توتال زاد ده معناته ان الرينج بتاعي ماله؟ زاد. طب ركز بقى معايا في حوار السنسيتيفيتي ده عشان عايز حد بيفكر. انا دلوقتي عندي سكيل كده حلو، اقصاه يقيس 10 امبير، وعندي سكيل تاني اقصاه يقيس ما شاء الله 100 امبير. قمت مدخل هنا كده 5 امبير ومدخل هنا برده نفس ال 5 امبير، فال 5 امبير هنا ما شاء الله بص كده اهو تقريبا واقفين في نص السكيل عاملين انجل كبيره. طب ال 5 امبير هنا ولا كانك حاسس بيهم اصلا، حاجه لا تذكر. هو مين اللي عنده رينج اكبر من الثاني؟ يعني لو سميت ده مثلا اكس وسميت ده واي، مين اللي عنده رينج اكبر من الثاني؟ والله اكيد الرينج بتاع الواي اكبر من الرينج بتاع الاكس. طب مين اللي عنده حساسيه اعلى من الثاني؟ ده انت اديته 5 امبير وعمل ديفلكشن كبيره، طب ده تنح، ده انت اديته 5 امبير وتقريبا ما عملش حاجه. يعني ده اكثر حساسيه، يعني اللي عنده رينج قليل عنده حساسيه اعلى، يعني كده السنسيتيفيتي بتاعت اكس اكبر من السنسيتيفيتي بتاعت واي.
ومن هنا انت هتطلع بريليشن مهمه الا وهي ان الرينج بتاعك انفرسلي بروبورشنال مع السنسيتيفيتي. وهديك فهمت هي جت منين. انت عندك دلوقتي بني ادمين، في واحد قمت رطشه بالقلم فضل واقف متنح، ده تنح، ده ما عندوش دم. ليه؟ لان ده السنسيتيفيتي بتاعته قليله. في واحد تاني رطشته بالقلم قعد يعيط ويصوت ومش عارف ايه وهاخد حقي ومش حقي والجو العبيط ده. يبقى دلوقتي مين اللي عنده حساسيه اكتر؟ الاخ ده اللي ايه، اللي اتاثر بال5 امبير قوي، انما ده تنح، ده ما بيتاثرش بال5 امبير. فبالتالي الرينج عكس السنسيتيفيتي. فلو الرينج بتاعك زاد يبقى السنسيتيفيتي مالها. شفت اللقطه دي كلها عشان ايه؟ عشان اقول لك السنسيتيفيتي زادت ولا قلت. طيب فاضل حته الاكيوريسي بالمره، طالما احنا ايه بنتكلم على حته الاميتر، حته الاكيوريسي هقول لك سريعا كده. بص لو انا عندي سيركت بالمنظر ده، دي كده ب 6 اوم ودي ب 12 فولت، انا بقنعك بالارقام عشان تبقى فاهم. ليه؟ لان زي ما قلت لك انت وارد في الامتحان بعد الشر بعد الشر تنسى حاجات كنت حافظها، قوانين ما تلاقيش في ورقه المفاهيم. فلو انت فاهم هتريح، دايما الايه الفهمان بيريح. بطاريه ب 12 فولت وريزيستنس ب 6 اوم، وقلت لك يا باشا احسب لي الاي، فتقول لي ايه العبط ده، ده شابتر 1 12 على 6 2 امبير. هقول لك تمام صح، ده المفروض الكرنت الصح اللي يطلع لي، بس للاسف انت مش واخد في اعتبارك ان الاميتر ده هو ليه ريزيستنس. هي ريزيستنس قليله بس هي موجوده، فخلينا مثلا نعتبر ان الريزيستنس دي ب 0.1 اوم. فلو انت عايز تحسب كده الاي بقى في السيركت دي هتبقى 12 على 6 زائد 0.1. الكالكوليتر الجميله بتاعتك 12 على 6 زائد 0.1 هتدي لك 1.9672. هتقول لي طب ايوه انا استفدت ايه؟ هقول لك شايف الار بتاعت الاميتر دي، قللها يعني خليها مثلا 0.001 اوم ماشي. طب تعالى نحسب بقى الاي. بص كده 12 على 6 زائد 0.001، تعالى نعيد الحسابات تاني، هيطلع لك ان الكرنت بكام؟ يطلع لك ان الكرنت 1.999. ايه اللي حصل؟ الكرنت الاصلي اللي هو الاكيوريت فاليو اللي المفروض كان يطلع لي كان ب 2 امبير، عشان انا ما كنتش حاطط في اعتباري الار بتاعت الاميتر. فلو قلت ان ار اميتر مثلا 0.1 فطلع لي الكرنت تقريبا بكام؟ 1.967. لما انا قللت في الار بتاعت الاميتر وقللت في الار شنت الكرنت بتاعي زاد، وزاد لغايه ما بقى قريب للاكيوريت فاليو. يعني كده اقدر اقول ان كل لما الار شنت تقل كل لما الاكيوريسي بتاعتي مالها؟ الاكيوريسي هتزيد. ولو نسبه الدقه زادت يبقى الايرور بتاعي ماله؟ يبقى الايرور بتاعي قل. يبقى انا عايزك بس تبقى ايه؟ ها بص، تبقى حافظ السطر ده كده كويس، تبقى فاهم ايه علاقه السنسيتيفيتي بالرينج بالاكيوريسي بالايرور بالقصه دي كلها. طبعا انت كده فهمتها، عايز بقى تحفظها على طول ايه؟ احفظها، بس خليك فاهمها. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك if the shunt is replaced to increase the sensitivity of the device. احنا لسه قايلين، ها افتكر معايا الراس، لما الار شنت تقل يبقى الار توتال هتزيد. سوري ايه اللي احنا بنعمله ده؟ يبقى الار توتال هتقل اهو، ولما الار توتال تقل يبقى الاي توتال هيزيد. يعني الرينج بتاعك هيزيد، والرينج كان عكس السنسيتيفيتي واثبتها لك ليه. يبقى الاكيوريسي بتاعتك هتزيد، يبقى الايرور بتاعك هيقل. يعني من الاخر لو انا عايز ازود السنسيتيفيتي يبقى لازم الار شنت بتاعتي تزيد، عشان زي ما انت شايف كده الار شنت دايركتلي بروبورشنال مع السنسيتيفيتي. فلو انت عايز تزود السنسيتيفيتي، تزود الحساسيه، لازم تزود الار شنت. يعني هو كده من الاخر عايز يقول لك ان انا زودت في الار شنت اللي هنا. Keeping the current I constant، يعني الاي اللي هنا ده كده فضل ماله؟ فضل ثابت. طب انت لما زودت الار شنت اللي هنا يبقى كده الكرنت اللي داخل هنا ماله؟ الكرنت اللي داخل هنا قل، والكرنت اللي داخل هنا اللي هو الاي جي ماله؟ زاد. بص كده الاجابات، بيقول لك بقى انهي ريشيو من دولت هتزيد؟ اي جي على اي اس، احنا لسه قايلين ان اي جي زادت واي اس قلت، فاكيد اول واحده صح مفيش غيرها. في جي على في اس، لا حضرتك. ليه؟ لان هم يكون عندهم نفس الفولتج، لان هم كده كده هم بارل فدول ايكوال. ار جي على ار توتال، لا خلي بالك ان هم متوصلين ان ايه؟ ان بارلل، يعني الار توتال دي هتكون ايه؟ هتكون اقل من اقل واحده. وفي نفس الوقت انت دلوقتي زودت في الار شنت، يعني لما تزود في الار شنت يبقى الار توتال دي هتزيد، يبقى الريشيو دي كلها هتقل، يبقى غلط. طب ار جي على ار اس، لا ده انا كل اللي عملته ان انا زودت الار اس، فكده الريشيو دي كلها هتقل. فبالتالي الوحيده اللي الريشيو بتاعتها هتزيد اللي هي مين؟ اللي هي الاجابه لتر ايه. ف
فسؤال جميل شغلنا بيه دماغك كده بسرعه، افتكرت معايا حته الرينج والاكيوريسي والسنسيفيتي عشان تبقى فاكرها. طيب السؤال اللي بعديه 38، الراجل بيقول لك ان انا عندي اكرنت كارينج باسنج مش عارف ايه كويل الماجنتيك فلكس دينستي بي، ركز في حته الانجل، ذا كويل بلين ميكس ان انجل اوف 60 with the direction of the magnetic flux، يعني الزاويه بتاعتي دي بين الماجنتيك فيلد اند الكويل بتساوي كام يا عمنا؟ بتساوي 60. اركن بيقول لك if the value of the magnetic dipole moment is equal to 4 times the value of the magnetic torque. ستوب، هو التورك ده كان عباره عن ايه؟ التورك ده كان عباره عن بيان ساين ثيتا، والماجنتيك دايبل مومنت عباره عن ايان. هو الراجل بيقول لك ان الام دي اللي هي الماجنتيك دايبل مومنت بتساوي 4 مرات من التورك. الام دي اللي هي ايان، ماشي، 4، التورك بكام؟ التورك عباره عن بيان ساين ثيتا. بص ايه اللي هيحصل، ما تطير لي الايان دي يا عم مع الايان اللي هنا، خلينا نخلص كده. بقى 1 بيساوي 4 في البي في ساين ثيتا، طبعا دي الانجل بتاعت الماجنتيك فيلد والكويل، ومش عايز انبهك وحذرك من حته الثيتا دي، قلناها 200 مره قبل كده، ان التورك انا باخد الانجل بتاعت النورمال ودي الانجل بتاعت الماجنتيك فيلد، فاخد الانجل اللي هي الايه اللي متبقيه اللي هي ب 30، يعني هنا كده هيكون ساين 30. ساين 30 بنص، نص في 2 بكام؟ سوري، نص في 4 بكام؟ ب 2. طبعا حلات شيفت سولف ونخلص، يبقى 1 في 2 في البي، يبقى كده البي بتاعتك بتساوي 1 اوفر 2 اللي هي 0.5 اللي هي الاجابه لتر كام يا شباب؟ الاجابه لتر دي. تمام، سؤال محتاج ان انت تبقى عارف القانون، عارف حته الثيتا دي انت بتاخد، وطبعا هو بدرجتين عشان حته الثيتا بس ايه في ناس بتتلخبط فيها، تبقى فاهم ان انا طول ما انا بتكلم على تورك فالانجل هي بتوين النورمال وبتوين الماجنتيك فيلد. شوف السؤال اللي بعد كده، خلاص هنا في شابتر 2 فاضل لنا خلاص فاضل لنا السؤالين دول، سؤال الاوميتا اللي انا كنت بتكلم عليه والسؤال طبعا بتاع الفورس. ما سالتش نفسك قبل كده امتى الفورس تبقى بزيرو؟ كنا بنقول ان دي كيسز مهمه جدا ولازم حضرتك تبقى مذاكرها وعارف امتى الفورس بتاعتك تبقى بزيرو. والله قلت لك لو الواير بارالل للماجنتيك فيلد، بس دي هتبقى واضحه وصريحه، يعني هيبقى عندك واير كده مثلا اهو، ده الواير كده والماجنتيك فيلد عامل كده اهو، ده كده البي، دي هتبقى واضحه وصريحه. بس عارف بقى اللي مش واضحه وصريحه؟ ان هو يجيب لك كويل او يجيب لك يعني واير كوينسايد الكويل، يعني ايه الكلام ده؟ شايف الكويل ده؟ مش الكويل ده ماشي فيه كهرباء؟ يعني هيعمل ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد ماله؟ انتو ذا بيج. اللي انا برسمه بالازرق ده الكويل، او سوري اللي انا برسمه بالازرق ده ده كده البي، واللي مرسوم بالاحمر ده ده الواير، يعني الفيلد بتاعك كده والواير بتاعك كده. طب ما كده الفيلد والواير مالهم؟ بارالل لبعض، يعني هنا كده الفورس بكام؟ بزيرو. يعني اكتبها عندك كنوت ان انت لو عندك ستريت واير كوينسايد الاكسس بتاع الكويل فان الفورس عليها هتفضل بكام؟ هتفضل بزيرو. طب تعالى هنا برضو، لو انت عندك سرينويد، طبعا السرينويد انت عارف ان هنا مثلا ممكن يبقى نورث وهنا ساوث، مش هتفرق، او العكس، يعني الماجنتيك فيلد يا اما ماشي كده يا اما ماشي كده. طب لو انت حطيت لي واير جوه السرينويد، طب ما ساعتها الماجنتيك فيلد سواء كان نازل لتحت او طالع لفوق هيبقى بارلل للواير، يعني ساعتها الفورس برضو هيبقى بزيرو. يعني انت هتكتب تو نوتس عندك عشان تبقى مذاكرهم كويس، لو انت عندك واير كوينسايد الاكسس بتاع الكويل او واير كوينسايد الاكسس بتاع السينويد فان الفورس عليهم بزيرو، يبقى هنا كده زيرو وهنا كده زيرو، هنا ميوتشال فورس عاديه مفيهاش مشكله. طب هنا برضو ميوتشال فورس عاديه، بس في لقطه خلي بالك، هنا انت كنت هتاخد اللينس كله عشان ده الكومن لينث ما بينهم، انما هنا لا، انت تاخد اللينث الصغير ده، الحته الزياده دي كده مش هتاخدها، الحته الزياده دي كده مش هتاخدها، يعني انا عايز اقول لك ان اللينث هنا اقل من اللينث هنا. طب ما انت عارف ان الفورس القانون العملاق، ها، ميوتشال فورس ميو اي 1 اي 2 في اللينث على 2 باي دي، ايه علاقه الفورس باللينث؟ دايركت مع بعض. فلو هنا اللينث بتاعك قصير يبقى هنا الفورس هتبقى صغيره وهنا الفورس هتبقى كبيره، يبقى اكبر واحده في الرسمه دي كلها هي اف 2، ادي اف 2 وبعد الاف 2 اكيد الاف 3 وبعد كده اف 1 واف 4 الاثنين بزيرو والاثنين قد بعض والاثنين اقل حاجه موجوده في الاربع رسومات دول. سؤال بدرجتين، سؤال محترم جدا جدا جدا، عايز حد فاهم، عايز حد مذاكر كويس،
امتى الحالات اللي الفورس فيها بيكون بايه؟ بيكون بزيرو. زي ما اتفقنا لو انت عندك سيركلر كويل جواها ستريت واير، او لو عندك سترينويد جواها ايه؟ جواها ستريت واير. تمام. نروح لاخر سؤال معانا في شابتر 2، السؤال بتاع الاميتر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. للاسف اغلبكم ذاكر الاميتر اللي هو شقلب وماينس 1 واجري والكلام ده كله. خلاص انا مذاكر الاميتر اللي هو بالطريقه دي، القانون بتاعي اي داش ايكوال 1 اوفر ان اي جي شقلب وماينس 1 يبقى ار ديفايس ار اكس مش عارف ايكوال ان ماينس 1 ار ايه ار ديفايس. بس هو عمره ما ركز في الاميتر وافتكر بقى الشرح بتاع الاميتر ايام الزمن الجميل، وافتكر السيركت بتاعت الاميتر بتبقى عامله ازاي. فمعلش افتكر كده معايا، السيركت بتاعت الاميتر كانت بتتكون من ار سي وار جي وار في وار الصغيره، وكنت بقول ان كل دول كده اسمهم مين؟ اسمهم الار ديفايس. يعني الار ديفايس هو الار سي زائد الار في زائد الار جي زائد الار الصغير. تمام. نقرا بس السؤال كده واحده واحده ونشوفه عايز ايه. الراجل بيقول لك if the ammeter in the opposite circuit is connected to another resistance connected to the unknown resistance rx in series. لا استوب بقى عشان ايه ما نتلخبطش. يعني هو هنا اوريدي حاطط external resistance اسمها rx، بيقول لك ان انا هزود عليها واحده ان ايه ان سيريس، سميها مثلا ار اكس 2. انت خدت بالك من اللقطه؟ يعني هي اوريدي كانت شغاله وفي ار اكس، هو بقى هيزود ار اكس جديده ان سيريس مع الار اكس اللي موجوده. فلقى ان البوينتر ديفلكت 3 على 5، يعني اي داش بتساوي 3 على 5 من الاي جي. ساعتها وانت مغمض يبقى الار اكس بتساوي كام؟ شقلب وماينس 1، يعني 5 على 3 ناقص 1 تطلع 2 على 3. 2 على 3 مين؟ 2 على 3 ار ديفايس. مين دي؟ دي الار اكس النيو الجديده بقى خالص كلها، اللي هي عباره عن الاثنين دول مع بعض. طب الار ديفايس بكام؟ لا تعالى اما نحسب. قلت لك ان الار ديفايس هي ار سي زائد ار في زائد ار جي زائد ار الصغير. تعالى هنا كده اجيب لك ار ديفايس. ار ديفايس بتساوي الار سي بكام؟ 5 ار اكس. الار جي بكام؟ بلس ار اكس. الار في بكام؟ بلس 3 ار اكس. 5 زائد 3 8 زائد 1 9، يعني الار ديفايس بيساوي 9 ار اكس. فيش ار صغير. يعني انت دلوقتي تقدر تيجي هنا كده وتشيل الار ديفايس وتكتب بدلها 9 ار اكس. يبقى كده الار اكس الجديده بقى اللي هما الاثنين على بعض بتساوي 2 على 3 9 ار اكس. 2 على 3 في 9 بكام؟ ب 6. يعني كده الار اكس النيو الجديده بتساوي 6 ار اكس. منوره قدامك، هو اول اجابه. واغلب الناس على فكره اختارتها. بس الاجابه الصح طلعت لتر بي. اشمعنى؟ الاثنين دول على بعض طلعوا ب 6 ار اكس، وهو اوريدي كان في ار اكس هنا، يبقى الجديده اللي انت هتزودها تطلع بكام؟ تطلع ب 5 ار اكس. تاني نحاول نعيد الفكره سريعا. اولا فكره ان انت تفهم ان الار ديفايس بالنسبه لك هي دي زائد دي زائد دي، مالكش دعوه بالار اكس. الار ديفايس هي ار سي زائد ار في زائد ار جي زائد ار الصغيره. دي اول نقطه، اللي هي بكام في الاخر؟ 9 ار اكس. الكرنت بتاعك 3 اوفر 5، يبقى الار اكس الجديده بكام؟ ب 2 اوفر 3 ار ديفايس. شلت الار ديفايس وحطيت بدالها 9 ار اكس، طلعت ان الار اكس الجديده بكام؟ ب 6 ار اكس. بس الفكره هنا في حاجه، لو ركزت في لفظ الكلام اللي هو بيقوله، هو ما قالكش ان انا شلت الار اكس اللي كانت موجوده وهحط ار اكس جديده. لو كان الراجل بيقول كده كنت اختار 6 ار اكس عادي، بس هو الراجل بيقول لك ان انا هزود ار اكس جديده كونكتد انذر ريزيستنس ان سيريس مع القديمه. يعني هو عايز يعرف هو انا هضيف قد ايه على الار اكس اللي اوريدي موجوده هنا عشان خاطر يبقوا ايه؟ يبقوا 6 ار اكس. يعني الرسمه كانت عامله كده، بص اهو هنا كده ار اكس، ودولت كلهم بقوا كام؟ بقوا 6 ار اكس. يبقى المفروض ان اللي متبقيه هنا كام؟ متبقيه 5 ار اكس. سؤال محترم جدا وسؤال حلو. وهتلاقي اخوه لو اتفرجت على الفيديو بتاع امتحان السكند سيشن برضو بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 23، هتلاقيه برضو حلل السؤال شبهه بالظبط. يا ريت ترجع تتفرج على السؤال. السؤالين دول مهمين جدا، جم السنه اللي فاتت، يمكن جايز احتمال يكرر فكرتهم السنه دي. فذاكرهم كويس وحاول تفهم الرسمه وتفهم كل حاجه. طيب كده يا شباب احنا الحمد لله الحمد لله خلصنا اسئله شابتر 1 وخلصنا كمان اسئله شابتر 2. فانت يعني لغايه دلوقتي معايا احنا لمينا عدد محترم من الدرجات. ندخل بقى على الكبير بتاعنا شابتر 3. تمام.
طيب نكمل يا شباب، بعد كده ندخل على أسئلة شابتر 3، طبعا من أهم الشباتر اللي عندنا في المنهج. والصراحة الامتحان ده كان فيه حبة أسئلة أفكارها حلوة جدا جدا على شابتر 3، 10 أسئلة ب 12 درجة، وكان فيه منهم سؤال تقريبا رابط ما بين شابتر 1 وما بين شابتر 3. تعالى كده نبتدي ونقول بسم الله. وأول سؤال، أول سؤال بيقول لك at the moment of moving the magnet in the directions 1 and 2 by the same velocity EMF of 0.5 VB is induced in the coil. ايه القصة دي؟ يعني هو بيقول لي ان الماجنت ده لما قرب في اتجاه رقم واحد او بعد في اتجاه رقم اتنين الـ EMF الـ induced اللي حصلت بتساوي قد ايه؟ بتساوي 0.5 VB. ماشي يا عم الحاج. Which of the following choices is correct for the movement of the magnet؟ لا بالراحة كده واحدة واحدة. مبدئيا السيركت اللي عندي هنا فيها كام بطارية؟ فيها بطاريتين. أسأل نفسي سؤال مع بعض على عكس بعض، بص كده، أدي البطارية الأولانية الكارنت بتاعها عامل كده، وأدي البطارية التانية الكارنت بتاعها عامل كده. يعني دلوقتي أنا عندي تو باتريز أوبوزيت تو إيتش أذر، افتكر معايا تشابتر 1، بطاريتين عكس بعض، يبقى أكيد القوية هي اللي هتمشي كلامها. يعني كده الاتنين في بي هي اللي هتكسب. يعني الفي بي توتال بتاعت السيركت هيطلع بكام؟ 2 في بي ماينس في بي اللي هو بالنسبة لي بالفي بي. يعني كده اتجاه الكارنت الاصلي هيبقى عامل كده، جاي من ورا كده 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 بالمنظر ده. يبقى انا دلوقتي عرفت ان ده مين، ده دايركشن مين، دايركشن الاي الاوريجينال اللي اوريدي موجود قبل اي اندكشن. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت لي ان الفي بي توتال بتساوي ايه؟ بتساوي في بي. وكمان عرفت ان ده الدايركشن بتاع الاي اوريجينال. تعال بقى نشتغل على تو كيسز. تعال نشتغل اولا على دايركشن نمبر 1 ونشتغل على دايركشن نمبر 2. لو انا في دايركشن نمبر 1، بص كده ركز معايا، الماجنت بيقرب فالفلوكس بيزيد. لينز قال لك تعمل ايه لما الفلوكس بيزيد؟ قال لك تقلله. تقلله يعني تعمل ايه؟ تقلله يعني تعمل ريبالشن. طب انا بقرب بان، يبقى تعمل ريبالشن بايه؟ بان. خلي بالك ما تتلخبطش عشان لسه في ناس الى وقتنا هذا بتتلخبط. اقول له ريبالشن يقول لي ان واس. لا افتكر دايما، بص هي علاقه توكسيك، ان وان، اس واس، دولت كده ما بينهم ريبالشن عشان هما شبه بعض. انما لو عكس بعض بقى مختلفين، ان واس او اس وان، ها هيبقى بينهم ايه؟ اتراكشن. ماشي. طب بص كده، امباير رايت هاند رول، النورث اهو كرنت جاي في وشك. خدت بالك ان الاي الازرق اللي هو بالنسبه لي الاي الانديوزد في نفس الاتجاه بتاع الاي الاحمر؟ يعني كده الاثنين ان ذا سيم دايركشن. يعني في دايركشن 1 لما انا قربت الماجنت الاي اوريجينال كان ان ذا سيم دايركشن اوف اي انديوزد. يعني كده هعمل الفي بي دي بلس ال 0.5، يعني كده هتبقى 1.5 في بي. طب في رقم 2 بقى مش محتاج خلاص، يعني ممكن نمسح الكلام ده ونعمل التجربه تاني، بس المره دي لما اكون ببعد في دايركشن رقم 2. يعني انا ببعد دلوقتي فالفلكس بيقل، لينز قال لي ازوده يعني اعمل اتراكشن، فلو ده نورث يبقى ده ساوث. ايدك اليمين يا باشا، هتلاقي ان الكرنت جاي كده كده كده. يعني ده دلوقتي الاي الانديوزد، فالاي الانديوزد عكس الاي اوريجينال. نكتبها هنا كده، يبقى اي اوريجينال opposite in direction of I induced. يعني هعمل VB minus نص VB تطلع معايا 0.5 VB. خلي بالك في الأول في الأوريجينال كيس كانت ب VB، هنا بقت بواحد ونص، يعني هنا كده زادت. طب وهنا كانت بواحد بقت بنص، يعني هنا كده قلت. خلاصة القصة الحزينة دي إيه؟ إن أنا لو اتحركت في دايركشن واحد فإن الإضاءة بتاعت اللمبة هت increase momentarily، ولو اتحركت في دايركشن 2 فان اضاءه اللمبه هتديكريس مومنتري. وبالمناسبه انا ما كنتش محتاج احسب اصلا في بي ماينس نص، انا كنت اقول ممكن اقول ان هو ان ذا سيم دايركشن يبقى هيزيد، اوبوزيت دايركشن يبقى هيديكريس. بس هو تحسبا لو هو كان قال لي ان هو عايز يحسب الفاليو بتاعت الفي بي في المساله، يبقى كده دايركشن 1 هيزيد، دايركشن 2 هيقل. تعال نبص على الاجابات. اول اجابه بيقول لي ان الدايركشن فانيشز، لا ما فيش الكلام ده. بيقول لي ذا دايركشن ذا برايتنس انكريس في دايركشن 2، لا البرايتنس ما زادتش في 2 غلط. بيقول ان البرايتنس ريمينز كونستنت، لا بص بقى اخر واحده بيقول لك ايه حلو قوي دي، بيقول لك ان البرايتنس زادت
لما اتحركت في اتجاه واحد. ده كلام مظبوط وكلام منطقي. بص كده اهو، دايركشن واحد، البرايتنس بتاعتك مالها؟ البرايتنس بتاعتك زادت. يبقى الاجابه الصح يا شباب طلعت لتر دي. سؤال حلو جدا وفكرته جميله. نخش على السؤال اللي بعديه. الراجل هنا بيقول لك ايه؟ The figure illustrates a magnet moving with a velocity v. يعني انت عندك عم السولينويد ده وعندك الماجنت بيقرب بفيلوستي اسمها v ناحيه الشمال. هو عايز no current is induced. طب عشان خاطر ما بقاش في current induced يعني المفروض ما يبقاش في change في flux. كان في جمله شهيره بنقولها في chapter 3 ان الفلكس الثابت لا يولد شيء. الفلكس الثابت ايه؟ لا يولد شيء. طب ازاي اعمل الكلام ده هنا؟ لو فاكر معايا كنت بقول لك لو السولينويد ماشي بنفس الدايركشن وفي نفس الاتجاه بنفس الفيلوستي ساعتها كده الاي ام اف انديوز هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. اشمعنى؟ تخيل معايا كده الموقف ده. انت دلوقتي ماشي على المحور، حلو؟ ماشي بعربيتك ماشي ب 100 كيلومتر بير اور، وفي واحد جنبك ماشي برضه ب 100 كيلومتر بير اور، وانتوا الاثنين ماشيين جنب بعض، سيم فيلوستي وسيم دايركشن. لو انت بصيت جنبك هيبقى متهيألك ان الراجل ده اترست ما بيتحركش، عشان الريلاتيف فيلوستي بتاعتكم بكام؟ بزيرو. نفس الكلام لو الاثنين دول بيتحركوا، بص السولينويد والماجنت بيتحركوا بنفس الدايركشن بنفس الفيلوستي، يعني كان مفيش تشينج في الفلكس فمفيش اندكشن. يبقى الاجابه بتاعتك لازم يتحرك بفيلوستي اسمها في وناحيه الشمال. اطلع ايه بقى من السؤال ده؟ تكتب كده على جنب اف بوث ماجنت اند سولينويد موف وذ سيم velocity and in same direction therefore ال EMF induced هتطلع بكام؟ هتطلع بزيرو عشان خاطر مفيش تشينج ايه؟ عشان خاطر مفيش تشينج في الفلوكس. تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا السؤال رقم 20. كلام محترم جدا. تعالى بعد كده نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 21. ده سؤال على ايه؟ ده سؤال والله على ال straight wire. الراجل بيقول لك ايه؟ الراجل بيقول لك ان انا عندي واير اسمه اي بي. خلي بالك حته الريزستنس بتاعت الواير دي احنا تعرضنا لها قبل كده. ريزستنس الواير ب 0.5، يعني ده كده الريزستنس بتاعته 0.5. وبيقول لك ان الاي انديوسد 0.1، هو عايز يعرف الفيلوستي. طب حلو قوي، ستريت واير وبحركه ونتيجه للحركه بتولد كهرباء، يعني الاي ام اف بتاعتك بتساوي بلف ساين تيتا، وكده كده الفيلد بتاعك بيربنديكولار فساين 9. طيب الاي ام اف بكام يا عم الحاج؟ مش مدهاني ولا طالبها مني. طب ما انا افك الاي ام اف اخليها الاي في الار، يبقى اي في ار ايكوال بلف. يبقى ادي الاي بتاعتها اهي، او مديني الاي. اوكي ماشي، مديني الاي بكام الاي؟ 0.1. بكام الار بقى؟ خلي بالك احنا هنحسب الار توتال بتاعت السيركت كلها، يعني هحسب الواحد ونص زائد النص اللي هنا. محدش ياخد الواحد ونص وينسى النص. الريزستنس بتاعت الواير ذات نفسه، يعني هعمل 1.5 زائد 0.5 اللي هي بالنسبه لي ب 2 ايكوال بلف. البي بكام؟ البي بكام؟ البي بكام؟ ب 0.2 تسلا. 0.2. واللينس بكام؟ اللينس بكام؟ فين اللينس؟ مديهولها 40 سنتيمتر. يبقى 40 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 في مين يا عم الحاج؟ في الفيلوستي. تعرف تحسب لي الفيلوستي من هنا؟ اه، طلع الكالكوليتر بتاعتك وتعالى احسب شوف هتطلع بكام. بص كده هتطلع بكام؟ اه يلا. يبقى 0.1 على 0.1 في 2، 0.1 في 2 على 0.2 في 40 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. طلع معايا 2.5 متر بير ثانية. يبقى الفيلوستي بتاعت الفي طلعت بكام؟ طلعت ب 2.5 متر بير ايه؟ متر بير سكند. كلام كويس جدا وكلام محترم. خلي بالك بس تركات السؤال كلها ان انا وانا باخد الريزيستنس انا باخد ده زائد ده، لازم اخد الار اللي هنا زائد الار بتاعت الوار عشان دي الار توتال بتاعت السيركت. نروح للي بعدها برضو ستريت واير وانا بحركه في فيلوستي. عرفت منين؟ اولا الراجل بص بيقول لك ايه؟ The direction of the induced current is from Q to B. يعني كده الاي انديوست فروم كيو تو بي بالمنظر ده. طب ايه العبط ده؟ فليمنج رايت هاند رول، مفيش اي مشكله. عرفت منين هي فليمنج رايت هاند رول؟ الراجل قال لك ان في انديوست كارنت، يعني انا حركته نتيجه الحركه تولد كهرباء. ايه ده كلمين يا باشا؟ الفيلد اوت تو ذا بيج اهو،
والكرنت اهو بص معلش الموضوع صعب شويه، الفيلد اوت ذا بيج والكرنت كده، هتلاقي ان الاتجاه بتاع الحركه اتجاه الفيلوسيتي رايح فين؟ رايح في رقم 3، يبقى ده كده اتجاه الفيلوسيتي، يعني الاجابه بتاعتك لتر 3. طيب ده كلام محترم. طب ايه رايك تيجي بالمره نراجع على فليمنج رايت وفليمنج ليفت بالمره؟ يلا كده نفتح سلايد فاضيه ونراجع على فليمنج رايت وفليمنج ليفت. بص يا عم الحاج، فليمنج ليفت هاند رول، وهنا كده فليمنج رايت هاند رول. يلا بينا. بص انا هعمل ايه، فليمنج ليفت هاند رول، لما يكون عندك الكتريسيتي والالكتريسيتي هتتقلب تبقى موشن او حركه، فليمنج رايت هاند رول لما يبقى عندك حركه والحركه تتقلب تبقى ايه؟ تبقى الكتريسيتي. كلام محترم. طب امثله ايه على المنهج الكلام ده؟ قال لك والله فليمنج ليفت ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثه، عد معايا. اولا الفورس، ثانيا ابلكيشن على الفورس اللي هو التور، واخر حاجه طبعا الموتور اللي هي المروحه اللي هي ابلكيشن على التور. طب فليمنج رايت، اولا ستريت واير اللي هو اندكشن بتاع الستريت واير اللي هو بلب بتحركه انت في عايزين الاستيكه معلش اهو بلب ساين تيتا. وتاني حاجه طبعا والاشهر هو مين؟ هو الدينامو. وعلى فكره دايما هتلاقي زي في كي ووردز كده عندك هنا كده في فليمنج لايت هاند رول، هتلاقي ان هو بيقول لك انديوست اندكشن جنريتد، فتلاقي ان الموضوع واضح وفاهم ان انت بتتكلم على كارنت تتولد نتيجه للحركه، يعني فليمنج رايت هاند رول. تمام كده، دي مقارنه سريعه بين فليمنج ليفت هاند رول وفليمنج رايت هاند رول عشان خاطر تسيب لي الدنيا. طيب نكمل بعد كده، عندنا نمبر 23. طيب نكمل يا شباب كويستشن نمبر 23، سؤال عن الدينامو. طبعا الدينامو انت عارف انت التعويذه بتاعتك 4 ام اف، ها لازم لازم نص السؤال والقصه دي كلها. تعال بص السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي دينامو عدد اللفات ب 200، اهلا وسهلا، الاريا 0.02 تمام، ماجنتيك فلكس دينستي ب 0.02، وبيقول لك ان هو بيلف بريت 6000 روتيشن بير مينت. اول ما شفت كلمه بيرمننت دي اه على طول بص قلبك راجع قوي، لازم تحولها للسكند، يعني كده هتبقى 6000 على 1 مينت، يعني قد ايه؟ يعني 60 ثانيه. طب ما طير الصفر مع الصفر، يعني كده 600 على 6 يعني يطلع معاك بكام؟ يطلع معاك ب 100 هرتز. اللي انا حسبتها دي مين؟ دي الفريكونسي. يبقى تاني بص انا عملت ايه؟ انا قمت جايب ال 6000 وقسمتها على ال 60 عشان انا عايز اعرف الفريكونسي اللي هي بير سكند. خلاص يبقى انا كده مساله بالنسبه لي عبيطه. هو عايز مين؟ ده افكتيف فاليو، خلي بالك من افكتيف ليه؟ لان حضرتك عارف ان الافكتيف ساين 45. في بعض الناس وهي بتكتب على الكالكوليتر نبوي بعد ما بتحسبها بتنسى تضرب في ساين 45 وبتحسب الاي ام اف ماكسيموم، وللاسف بيفاجئ ان هي موجوده في الاجابات. طب تعالى كده نحسب الحسبه دي ونشوف هتطلع بكام. ال ان بكام؟ طبعا هنشتغل الاي ام اف افكتيف يعني نبوي ساين 45، وانا ماشي معايا كل حاجه. ال ان بكام يا عم الحاج؟ ال ان ب 200. الاريا بكام؟ 0.02. البي بكام؟ البي بكام؟ البي بكام؟ 0.02 برضه سبحان الله. والاوميجا اللي هي بالنسبه لي 2 باي اف، يبقى 2 باي. الفريكونسي بكام؟ لسه مطلعها ب 100 طازه. طيب ايه تاني؟ ساين 45 قلنا ما حدش ينساها، اوعى تنساها، روح بداهيه كلنا. يبقى 200 في 0.02 في 0.02 في 2 باي في 100 ساين 45، هوبا طلعت معاك كام؟ 35.53. على طول اختار الاجابه بطريقه، ده سؤال مباشر، ده سؤال محتاج حد عارف قوانين، عوض بالكالكليتر مفيش ادنى مشكله. طيب السؤال ده عظيم جدا، السؤال ده حلو جدا جدا جدا. السؤال ده من الاسئله اللي محتاجه حد مذاكر افكار فيزياء، بتتذاكر كافكار ماشي، مش ايه مش كقوانين، السلوجان الشهير بتاعنا. فتعالى بس كده اعمل لك سمرايز على حته مهمه جدا اللي هي بتاعه النص سايكل والهاف سايكل والقصه دي كلها، عشان في حاجه مهمه جدا. اجيب لك بس كراسه او اي حاجه عشان الدنيا تبقى سهله. طيب دي كراسه ستاتستكس، معلش اقلب عليك المواجع. بص يا حاج دلوقتي انا هتكلم على الاي ام اف افريج في ربع سايكل ونص سايكل. خلينا الاول نبدا بالايه؟ بالهاف سايكل. بس في حاجه، مره هيبقى
starting from perpendicular ومرة هيبقى starting from parallel. وطبعا قبل ما نبتدي المفروض ان انت فاهم ان الـ EMF average اللي هو القانون الاصلي يعني بيساوي ايه؟ بيساوي N دلتا فاي اللي هي دلتا B في الـ A على دلتا T. ده القانون الاساسي يعني المفروض ان انا شغال عليه. طب تعالى كده افهمك يعني ايه لف نص سايكل. لو انا بادئ perpendicular بالشكل ده هو كده الفيلد ماله؟ perpendicular، يعني الوش اللي خابط هنا اسمه كام؟ اسمه B. طب لو انا لفيت نص سايكل ادي ربع وادي نص فبقيت برضو ايه؟ ماكسيمم، بس خلي بالك الوش المقلوب، يعني لو ده مثلا ببي فده هيبقى نيجاتيف بي. يعني انت دلوقتي عايز تقول لي ان هنا عشان خاطر تحسب الدلتا بي هيبقى بي ماينس نيجاتيف بي، يعني كده الدلتا بي هنا بتساوي كام؟ بتساوي 2 بي. كلام محترم. يبقى انا لو بتكلم على نص سايكل بادئ من البربنديكولار يبقى الدلتا بي بتساوي 2 بي. طب تعالى كده نعوض عندنا اهو، يبقى الاي ام اف بتاعتي بتساوي ان الدلتا بي هشيلها واكتب بدلها 2 بي في الاريا على دلتا تي. كمل كده معايا، فبقت 2 ناب على دلتا تي. ممكن انا افك الدلتا تي واخليها نص بيريودك تايم، فلو فكيتها خليتها نص بيريودك تايم فالاتنين تطلع لفوق تبقى 4. يعني المنظر هيبقى عامل ازاي؟ اهو المنظر هيبقى عامل كده، هيبقى عندك هنا كده 4 ناب على البريودك تايم. وطبعا انت عارف ان واحد على البريودك تايم اللي هي بالفريكونسي، يبقى القانون بتاعك ب 4 بنف. خلي بالك ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، الثلاثة صح ما فيهمش مشكلة. بس طبعا امتى اختار ده وامتى اختار ده؟ لو هو في السؤال كان قال لك during the same time تختار ده على طول، لو ما قالكش during the same time وقال لك تعوض في المسألة على طول تختار ده. السؤال ده كان موجود فين؟ كان موجود في امتحان الدور الثاني بتاع 2022، ممكن ترجع له وتشوف السؤال. يبقى انا دلوقتي لو بتكلم على EMF average in the half cycle ساعتها الدلتا بي هيبقى بيساوي 2 بي، وساعتها الثلاث قوانين هيبقوا معايا مفيش ادنى مشكلة. التركية كلها بقى في الحتة اللي جاية. لو هو بادئ من البارالل بوزيشن، ايه بقى اللعب ده؟ ركز معايا، ادي الكويل بتاعك بص كده، بادئ من البارالل، الفلكس اللي خابط كام؟ زيرو. طب قام لافف، ادي 90 وادي 90 180 يعني نص سايكل، الفلكس اللي خابط بكام؟ بزيرو. يا نهار ابيض، يعني انت عايز تقول لي هنا كده، خلينا نكتبها باللون الاحمر برضو، ان الدلتا بي بتساوي زيرو. طب ما لو الدلتا بي بتساوي زيرو كده مش محتاج حسابات اصلا، ده كده الاي ام اف بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. يا نهار ابيض، يعني كده الاي ام اف افريج في نص سايكل ممكن تطلع 4 بنف وممكن تطلع بزيرو. اه طب على حسب ايه؟ على حسب الراجل بادئ بارلل ولا بادئ بيربنديكولار. يبقى البدايه بتاعتي هتفرق، لو هو بادئ بارلل هتبقى اجابه، ولو هو بادئ بيربنديكولار هتبقى اجابه ثانيه خالص. طيب تعالى بقى نرجع لسؤالنا ثاني ونشوف ايه اللي حصل. الراجل بيقول لك the graph represents the relation between the change of the flux intercepted between the coil and the time. جميل، عدد اللفات ب 200. بص كده ركز، الراجل اهو بيغششك السؤال. بص بيقول لك ايه؟ it starts rotation from the parallel position، وبالاماره كمان الflux بزيرو لما السيتا كانت بزيرو. يعني انا دلوقتي بادئ parallel، انت عايز مين بقى؟ find the average EMF عند the time 0.2. طب ما هو الافريج من تايم ايكوال 0 لغايه تايم ايكوال 0.2، يعني اللفه اللي لفها دي بالنسبه لي هاف سايكل. يعني انا عايز الاي ام اف افريج بتاعت هاف سايكل، والراجل موضح لي هنا اهو ان هو بادئ فروم ذا بارالل. فلو واحد مذاكر في ثانيه يقول لك ايه يا باشا، افريج في نص سايكل بادئ من البارالل بوزيشن هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو. والمساله خلصت على كده. ده لو حد مذاكر مسألة بالنسبة له ها ما خدتش ثانية، عشان كده حتى الراجل جايبها لك بدرجة واحدة. طب حد تاني بقى حب يتفزلك على السؤال، أقول لك هيتفزلك ازاي؟ يقول لك أنا حافظ، مستر محفظني، إي إم إف أفريج القانون العملاق 57.3 في الإي إم إف ها الماكسيمم، وبعد كده أنا عامل هنا ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1 على ها سيتا 2 ماينس سيتا 1. على فكرة الراجل ده مش شغال صح جدا، كلام مظبوط بس هو بيهري بيضيع وقت. طب اقول له يا عم الحاج هات لي سيتا 1، فين سيتا 1؟ اقول لك سهله، سيتا 1 تعالى اما نجيب سيتا 1. هو مش هنا الفلكس بزيرو؟ وطالما الفلكس بزيرو يبقى سيتا 1 بكام؟ بزيرو.
يعني كده سيتا 1 اللي هنا بزيرو. طب عايزين نجيب سيتا 2، سيتا 2 بتساوي ايه؟ بتساوي سيتا 1 اللي هي اوريدي بزيرو زائد 2 باي اف تي، يعني 2 في 180 في الفريكوانسي اللي هي 1 اوفر الرقم ده كده يبقى 0.4، واللي انت عايز تحسب عنده الافريج 0.2. تعال نحسب سيتا 2 نشوف هتطلع بكام. يلا يبقى 2 في 180 في 1 على 0.4 ملتبلاي 0.2، طلعت السيتا 2 بتساوي 180. مش انت عارف ان ساين 180 بزيرو وساين 0 بزيرو، يعني الكلام ده كله بزيرو واي حاجه مضروبه بزيرو تطلع بزيرو. فالاخ اللي اختار ان هو يشتغل بالقانون ده هو ضايع وقته مش اكتر، هو صح بليون في المية، بس بدل ما السؤال كان متحل في دقيقه لا هو خد 3 4 دقايق وعبر نحسب سيتا 1 ويحسب سيتا 2 والموال الطويل ده. تمام. السؤال اللي انا عايز اطلع من فكرته ان افريج ام اف ان ذا هاف سايكل لو بادئ من البارل بوزيشن هتساوي كام؟ هتساوي زيرو. ورجعوا للسؤال اللي انا بقول لكم عليه اللي هو بتاع الدور الثاني 2022، سؤال حلو جدا كان بيقول لك ان هو عايز الافريج الريشيو بتوين اي ام اف افريج ان هاف سايكل ان تايم تي، وعايز الريشيو بتوين اي ام اف افريج ان كوارتر سايكل في نفس التايم اللي اسمه تي. رجعوا للسؤال ده مهم جدا عشان في فكره مهمه. طيب السؤال اللي بعد كده مدي لك هنا ريليشن بتوين الاي وبتوين التي. طبعا واخد بالك ان الكرنت بتاعك بيقل، وطالما الكرنت بيقل يبقى الفلكس بيقل. لينز قال لك تزوده يعني هتعمل فورورد. يعني انا دلوقتي بدور على اي ام اف ماكسيمم، او سوري بدور على اي ام اف يبقى بالايه؟ فورورد يعني بالبوزيتيف. يعني انت في الاجابات معاك دي تمام ومعاك دي تمام، مستبعد لتر ايه اكيد ومستبعد لتر سي. وهنا بقى هتيجي الخناقه، يا ترى اختار الاجابه لتر بي ولا اختار الاجابه لتر دي؟ انا اعلمك حاجه بسيطه، هو مديك هنا الميتشل اندكشن، هو مش الاي ام اف المفروض ان هو بيساوي ميت؟ هو مش اللي تشينج في الكرنت هنا يونيفورم؟ يعني ايه اللي تشينج في الكرنت يونيفورم؟ يعني لما تيجي تحسب دلتا اي على دلتا تي في اي نقطه هيطلع رقم واحد. يعني تعالى مثلا نجرب على سبيل المثال، تعالى هنا 8 على 1 بكام؟ ب 8. معلش احنا ايه اللي بنعمله ده؟ ثانيه واحده. نحسب السلوب في اي حته قصدي. تعالى مثلا نختار النقطه دي كده والنقطه دي. 8 و6 2 1. يعني 8 ناقص 6 على 2 ناقص 1. بكام يا عم الحاج؟ 8 ناقص 6 على 2 ناقص 1 هيدي لك 2 امبير بير سكند. طب تعالى نختار نقطتين تانيين مثلا. نختار النقطة دي كده ونختار النقطة دي. يعني 4 ناقص 2 على 4 ناقص 3 هتطلع برضه ب 2 امبير بير سكند. طبعا أنا مش محتاج أحسب أرقام ولا حاجة، وكده كده باين من الجراف يعني إن هي لينير ريليشن. أنا بس عايز أبين لك إيه؟ إن أنا لو حسبت الدلتا أي على الدلتا تي في أي بوزيشن هيطلع لي نفس الرقم. يعني الدلتا أي على الدلتا تي ده التغير بتاعي ماله؟ ثابت. والام ثابته، فلازم الام اف اللي تخرج دي تبقى مالها؟ تبقى كونست. يعني كده انت ممكن تتعلم ان لو الاي او حتى الفلكس تغيرهم مع التايم كان ثابت يبقى كده الاي ام اف الانديوست بتاعتك هتبقى مالها؟ هتبقى كونستنت ما بتتغيرش، عشان الريت اوف تشينج بتاعك هو اوريدي بيتغير تغير منتظم. فدي معلومه خليها عندك، مش عايز ادخل في تفاصيل ماث. لو انت علم الرياضه هتفهم انا بعمل ايه، كانك بتعمل دريفيتيف للاخ ده، فدريفيتيف حاجه لينير هتطلع بحاجه كونستنت بالمنطق. ما علينا مش قصتنا. يعني كده الاجابه هتطلع طبعا لتر كام؟ لتر سي. لو انت عايز برضه تتاكد من الارقام، انت جبت الدلتا اي على الدلتا تي ب 2 وهو مديك الام ب 2، يعني الاي ام اف هيطلع 2 في 2 يعني هيطلع ب 4، فعلا طلع ب 4 بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 4. فده بس توضيح عشان خاطر في ناس تقول لك ايه؟ انا خبطت في البتاع. ماشي. قال لك طب انا ليه ما اختارش لتر بي؟ ما هي 4 على 4 والدنيا جميل. لا يا حبيبي خلي بالك، ده كده الاي ام اف بيزيد مع تغير الزمن، لا انا عايز الاي ام اف يفضل ايه؟ يفضل ثابت. اظن كده انت فهمت ليه الاي ام اف بتاعتك تبقى ثابته، عشان اللي تشينج في الكارنت بيبقى ثابت. نروح للي بعده. سؤال جميل برضو على الدينامو، سؤال بدرجتين. راجل مديك جراف بتوين الفلكس والتايم. طبعا اول حاجه دي كده ربع سايكل، يعني التايم اللي عندي ده ربع البريودك تايم. يبقى البريودك تايم كله بكام؟ 4 في 2 8 مللي سكند. يبقى الفريكونسي بتاعتك 1 على 8 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. نحسب الفريكونسي عشان
نبتدي في حل المسألة. طبعا بجيب الفريكونسي قبل ما اقرا السؤال اصلا، ما اعرفش السؤال عايز ايه. الفريكونسي 125. نقرا السؤال. الراجل بيقول لك ده انستنتينيوس اي ام اف. انستنتينيوس اي ام اف القانون بتاعنا يا باشا، اي ام اف انستنتينيوس ايكوال ان اي بي 2 باي اف في ساين كام؟ ساين ثيتا. ازاي بقى اجيب الثيتا دي؟ هنشوف دلوقتي. الراجل بيقول لك افتر 0.1، يعني هو دلوقتي مديك تايم. طب هي مش الثيتا دي كانت بتساوي 2 باي اف تي؟ يبقى 2 في باي اللي هي 180، في الفريكوانسي اللي انا لسه جايبها 125، في التايم اللي هو عايز يحسب عنده 0.1 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. تعال نحسب الكلام ده على الاله ونشوف هيطلع بكام. اوبا طلع بكام؟ سبحان الله. اوعى تستغرب، عادي كمل. مش انت متاكد من الارقام؟ طلعت باربعة ونص. هي في انجل باربعة ونص؟ انت مالك يعني، مش انت حسبته طلعت كده؟ خلاص الانجل بتاعتي باربعة ونص. يعني انا هكتب على الاله بايدي ساين اربعة ونص؟ تكتب على الاله ساين اربعة ونص عادي جدا، ما تستغربش. خلي بالك بقى من حاجه مهمه، هو مدي لك الال ماشي، والفريكونسي موجوده، وساين ثيتا جبناها. انت لا معاك الاي ولا معاك البي، بس معاك كنز انت مش واخد بالك منه. انت معاك الفاي ماكسيمم من شابتر 2. بص بقى الرابط ابن اللذينه، الفلكس بيساوي ايه؟ بيساوي اي بي. يعني انت معاك الاي بي كلها على بعضها اللي هي بالنسبه لي الفلكس. وخلي بالك هنا تحويله المايكرو، يعني كده الفلكس بيساوي 2 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 عشان خاطر ده مايكرو وبر. تعالى يا باشا نحسب الان بكام؟ ب 200. الاي في البي كلهم على بعض 2 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 ملتبلاي 2 باي في الفريكونسي اللي هي 125 في ساين كام؟ في ساين زي ما هي، والله ما انت مغيرها 4.5. بس انا عارف في ناس بتعمل ايه؟ تقول لك 4.5 اكيد انا حسبت حاجه غلط، خليها 45. ده عبيط، اختار ارقام من دماغك. هي طلعت ب 4.5 خليها ب 4.5. احسب يا باشا الحسبه دي كلها كده على الكالكليتر، تطلع معاك 0.02 تقريبا 49 اللي هي 0.025 اللي هي الاجابه. طبعا ما حسبتهاش بدماغي ولا حاجه، عشان حليتها قبل كده فحافظ الاجابه. عشان الناس تقول لك علم الرياضه وبتاع ومهندسين وبيحسبوا حاجات غريبه، لا احنا عادي بنحتاج كالكوليتر زيكم. يبقى كده الاجابه لتر كام يا شباب؟ اجابه لتر سي. سؤال برضو لذيذ، درجتين ولكن فكرته تعويض. تجيب الفلكس من هنا، تجيب الفريكونسي، وان انت ما تتخضش. هو بيعتمد على ان انت ما تتخضش، عشان في ناس زي ما قلت لك، انا عارف في ناس والله قاعده تتفرج دلوقتي على الفيديو قال لك ايه ده 4.5 خليها ايه 45 رقم منطقي شويه. لا يا حبيبي مش هنالف ارقام. شوف اللي بعده. You have a DC electric motor. يا سلام على الموتور. It start movement from the parallel position. طيب انا اللي انا فاهمه في الموتور ان هو لو بدأ من البارالل بوزيشن يعني كده التورك كان ماكسيمم. يعني كده وهو بدأ في البوزيشن ده التورك بتاعك كان ماكسيمم. والفورس على السايد اللي اسمها AB كانت ماكسيمم. فورس AB ماكسيمم. والفورس على البيسي بزيرو. ليه؟ لان دلوقتي ده بيربنديكولار اهو، انما ده بارلل، فبالتالي كده الفورس على بي سي، فورس على بي سي بتساوي زيرو. ايه بقى اللي حصل؟ قال لك ان انا هلف 60 ديجري كلوك وايز، يعني همسك الكويل بتاعي ده وهلفه كلوك وايز 60. اول اجابه التورك هيرمين كونستانت؟ مستحيل. ليه؟ لان التورك كان ماكسيمم، وانت بتلف التورك عمال بيقل يقل يقل لغايه ما يوصل للبربنديكولار بوزيشن. معلش هنستعين تاني بالشيت بتاع الاستاتستكس ده. انت دلوقتي في البارلل بوزيشن كده، التورك كان بكام؟ كان بماكسيمم. فلما حضرتك تلف وتوصله لل 90 هيبقى بربنديكولار، يعني التورك هيبقى بزيرو. يعني المفروض ان التورك بتاعي ماله؟ بيديكريس اصلا. طيب اللي بعدها بيقول لك ان الفورس على بي سي بتساوي هاف الماكسيمم. لا ايه الكلام ده بقى؟ تعالى نفهم. ادي الماجنتيك فيلد اهو، وادي خط الايه؟ النورمال. انت بادئ ازاي؟ انت بادئ بارلل بالمنظر ده، ولفيت 60 كلوك وايز، هتلف كده كلوك وايز. يعني انا كده لفيت هنا كده 60، يعني الانجل بتاعت النورمال ب 30. لو انا بتكلم على الفورس، طبعا ده سايد بي سي، ها؟ يعني سايد بي سي ده في الاول كان بارلل، دلوقتي بقى عامل زاويه 60. يعني انا باخد الزاويه بتاعت الماجنتيك فيلد اهي بتوين الواير وبتوين الماجنتيك فيلد. طب هو ساين 60 بكام؟ ساين 60 بروت 3 اوفر 2 مش بهاف، يبقى دي كده غلط. طب اللي بعدها بيقول لك ان التورك هيبقى بيساوي روت 3 اوفر 2 من الماكسيمم. خلي بالك ان في التورك انا باخد الزاويه الكذابه دي،
بتاعه النورمال بتوين الكويل وبتوين النورمال تو ماجنتيك فيلد. هو ساين 30 بكام؟ يعني هنا كده خدت ساين 60 وانا كده اخد ساين 30. ساين 30 بكام؟ بنص. واكتب لك هنا روت 3 اوفر 2 غلط. طب اخر واحده الفرصه على سايد اي بي ريمينز كونستانت. لا مش مقتنع بيها، اقنعني بيها. بص يا باشا ادي الكويل اهو، شايف السايد ده؟ مش دلوقتي في البارل بوزيشن كان بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد، يعني هنا كده الفورس كانت ماكسيمم. طب لو لفيت 90 فضلت الفورس مالها؟ ماكسيمم. يبقى انت ممكن تستنتج ان الفورس على اي بي بتفضل مالها؟ بتفضل ماكسيمم. انما لو انت بتتكلم على الفورس بتاعت بي سي فهي بادئه من الزيرو وهتزيد لغايه ما توصل للماكسيمم. يبقى ده فرق مهم جدا وفرق جوهري، تبقى عارف وحافظ ومتاكد ان الفورس اللي على واير اي بي هذه الفورس ريمينز ماكسيمم مهما عدت كده. يعني الاجابه لتر. طبعا لو انت عارف المعلومه دي انت اظن هتختار الاجابه لتر دي في ثانيه، بس احنا ايه فصصنا اجابه اجابه بالتفصيل واحده واحده. اجي سؤال بدرجتين برضو، شايف ان هو سؤال لذيذ ما فيهوش مشكله. نيجي بقى على السؤال الجميل ده، سؤال رقم 45، وهذا سؤال الترانسفورمر اللي جه في المقالي السنه اللي فاتت. تعالى بقى كده نفهمه واحده واحده ونفصصه. انا هرسم لك بس الرسمه هنا كده عشان تبقى الدنيا واضحه. عندي هنا كده ستيشن، وعندي هنا كده سلك، وبعد كده عندي هنا كده ترانسفورمر، وعندي سلك طويل، وعندي هنا كده التور. تعال بقى نقرا السؤال ونفهم هو بيديني ايه وطالب ايه. بيقول لك through transferring of electric energy from a power station، ادي الباور ستيشن، الفولتج بكام في الباور ستيشن؟ 25 multiply 10 to the power positive 3 volt. The potential difference between one of the transmission tower at the tower بتاعك الفولتج هنا بكام؟ 132 multiply 10 to the power positive 3. وبيقول لك if the cable resistance between the tower and the transformer، يعني السلك اللي between the tower والترانسفورمر الريزيستنس بتاعته بكام يا عمنا؟ 7500. والكرنت اللي ماشي بكام؟ ب 2 امبير. قبل بس ما نشوف هو عايز ايه، خليني معاك دلوقتي على الخط ونشوف انت فاهم اصلا الرسمه اللي انا راسمها ولا لا. انا عندي ستيشن، ترانسفورمر في النص، وطاور. بيقول لك ان الفولتج اللي في الستيشن كان ب 25000، والترانسفورمر اللي موجود في النص ده. الواير اللي بتربط ما بين الترانسفورمر والطاور، ها؟ الريزيستنس بتاعتها ب 7500، والكرنت ب 2 امبير، والفولتج اللي في التاور بكام؟ 132000. خلي بالك ان الترانسفورمر ده اللي هنا ده كده بالنسبه لي برايمري، واللي هنا ده مين؟ سكند. يعني 25000 دي برايمري. طب بالنسبه للاسلاك دي هو ما جابش سيرتها، فاعتبر ان هي مالهاش ريزيستنس، فاعتبر ان الفولتج ده هو الفولتج بتاع البرايمري. طب هنا اعتبر ان ده مين؟ اعتبر ان ده اي سكند. تعال بقى نشوف اول سؤال. راجل بيقول لك find the potential difference between the A, the secondary coil of the transformer. يعني هو دلوقتي عايز B secondary. وبعد كده find the current in the primary. يعني هو عايز I primary. لو بالراحة كده عشان افهم. هو انا ازاي اقدر احسب له V secondary اللي هنا؟ فكر معايا. هو مش V secondary ده بيساوي الفولتج اللي ضاع في الاسلاك زائد الفولتج اللي في التاور؟ شوف الكلام منطقي. V secondary بتاع الترانسفورمر بيساوي ال V بتاع الوايرز زائد ال V بتاع التاور، صح ولا غلط؟ هو الفولتج اللي هنا بيساوي الاستهلاك هنا زائد اللي وصل هنا. طب ما تيجي نحسبها، موضوع جميل. فولتج هنا I في R، يعني V secondary بتساوي 7500 في الاثنين، كده انا حسبت فولتج الواير زائد فولتج التاور اللي هو 132 multiply 10 to the power 3 على الكالكوليتر، ده زائد ده يطلع معاك بكام؟ 147 multiply 10 to the power positive 3 volt. مين اللي انا جبته ده؟ ده في secondary. يعني انت دلوقتي عايز تقول ان في secondary ده بيساوي 147 multiply 10 to the power positive 3. وطبعا الاي secondary بكام؟ ب 2 امبير. طب ما المطلوب الثاني كده بقت مساله ترانسفورمر هبله قوي. معاك هنا في برايمري ومش معاك اي برايمري، معاك في سكندري ومعاك اي سكندري. بص كده هنعمل ايه؟ تعالى تحت معلش، هقول لك في سكندري على في برايمري، طبعا ده ايدر ترانسفورمر، اي برايمري على اي سكندري.
في سكندري بكام يا عمنا؟ في سكندري 147,000. بسم الله ما شاء الله 107. ده طبعا ده ستيب ايه؟ ها مش محتاجه دي ستيب اب. وفي برايمري بكام؟ مسكين 25,000. اي برايمري انون، اي سكندري باثنين. كروس مالتيبلكيشن، خش عليها بالكروس مالتيبلكيشن. تعالى نحسبها تشوف هتطلع بكام. 147 على 25 في 2 يعني هتطلع معايا بكام؟ يعني هتطلع معايا ب 11 اهو. بص 11.67 امبير اللي هي الاي بتاعت البرايمري. يبقى انا كده يا شباب جبت الفي سكندري وجبت مين؟ وجبت الاي برايمري. تمام؟ ده كده كان السؤال اللي هو رقم 45 عندك، اللي هو السؤال المقالي اللي جه في الامتحان. تمام؟ تعالى بعد كده نشوف اللي بعده. اظن كده تقريبا اسئله شابتر 3 خلصت، يعني هندخل على تمام، هندخل على شابتر 4. كلام جميل جدا. شابتر 4 ست اسئله بتسع درجات. تعالى نشوف الاسئله بتقول. ونبدا بالسؤال الاولاني على الهوت واير امتر. راجل بيقول لك اف ذا شانت ريزيستنس. طبعا انت اصلا تاريخ ناسي ان في شانت ريزيستنس في الهوت واير امتر. فكرك برسمه الهوت واير امتر اهو، هنا كده الهوت واير امتر بتاعك، وعندك هنا كده شانت ريزيستنس كونكتد ان ايه؟ كونكتد ان بقى. راجل بيقول لك لو انا ريبليس ات باي انذر وان اوف سمولر فاليو، يعني انا قللت فين؟ قللت في الار شانت، فساعتها الاي اللي نازل تحت ماله؟ هيزيد. طب سؤال بص كده، ده الاي توتال. هو بيقول لك keeping the ايه؟ keeping the effective value of the current constant، يعني هو مثبت ده. فلو الاي توتال اللي داخل ثابت والاي شنت اللي تحت زاد، يبقى الاي اللي وصل للهوت واير اميتر ماله؟ قل. يبقى الثيرمال انرجي ايه اللي حصل لها؟ قلت. ليه؟ هو مش الكيو كانت بتساوي في اي تي؟ انت دلوقتي قللت الايه؟ قللت الكرنت، يعني قللت الثيرمال انرجي، يبقى الاجابه بتاعتك ديكريس. طب ايه اللي حصل للتوتال ريزيستنس بتاعت الهوت واير اميتر؟ اكيد قلت. طالما انت قللت الار شنت اللي هنا، يبقى الار توتال بتاعت الاميتر قلت، مش محتاجه حاجه دي. وعشان كده سؤال بدرجه سهل جدا. انت دلوقتي قللت الار شنت فزودت الاي بتاع الشنت، وطالما الاي كونستنت الاي توتال كونستنت، يبقى كده الكرنت اللي طالع للهوت واير اميتر ماله؟ قل. يعني كده الثيرمال انرجي بتاعتك قلت، فبالتالي الار توتال كلها بتاعت الاميتر مالها؟ قلت. هي كمان يلا بينا. بص بيقول لك ايه؟ على طول سكلاتري ثابت، مش محتاج ان انا افكر اصلا. يعني دي حاله ريزونانس، يعني 1 على 2 باي روت ال سي. هو مديك، مش مديك حاجه هنا. ماشي شكرا. هو مديك هنا ال ال ومديك الفريكونسي، عايز مين؟ عايز ال ال. يلا مديك الاف سوري، او ده مين ده؟ ده السي. هو مديك السي والاف، هو عايز مين؟ عايز ال ال. طيب يبقى كده 100 ايكوال 1 على روت على 2 باي روت 200 multiply 10 to the power negative 6 multiply mean multiply ال ال. الكالكوليتر بتاعتك ده شيفت سولف، ده مفيهوش حاجه. قانون وبنعوض، وقانون وبنعيط على راي بعض الناس يعني. 200 multiply 10 to the power negative 6 تربيت تي تي تي. اها اها ماشي. طلع معايا بكام؟ 0.01266 يعني لتر بي. كلام محترم. حلو قوي 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 السؤال ده. لا تعالى نرجع على الجراف. الجراف مهم وبيجي في امتحانات كتير. اسالك سؤال، ايه علاقه الار بالفريكونسي؟ نو ريليشن. الار ما بتعتمدش على الفريكونسي. طب ايه علاقه الاكس ال بالفريكوانسي؟ بص كده، ده الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، يعني دايركت. طب ايه علاقه الاكس سي بالفريكوانسي؟ قال لك والله الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، يعني انفرس. طبعا احنا كلنا مذاكرين ان النقطه دي اللي عندها الاكس ال قد الاكس سي، يعني دي كده فريكوانسي الايه؟ الريزونانس. يعني دي دلوقتي دايره عندها اوميك بروبرتي، يعني الفي ان سيم فيس وذ ار، يعني الفيس انجل بكام؟ بزيرو. يعني في كويل قد مين؟ في كاباستور قد في مين؟ قد في كويل. طيب
تعالى بقى ندخل على النقطة. واحد فين؟ توالي تاني. تعالى بقى ندخل على النقطة برضو، ما فيش فايدة. لا إله إلا الله، تكنولوجيا عايز أكتبها. ماشي، تعالى بقى ندخل مثلا على النقطة اللي هنا، الحتة اللي هنا. خدت بالك إن هنا الأخضر أعلى من الأحمر؟ يعني هنا الـ XC أكبر من XL، XC أكبر من الـ XL، يعني V كاباستور أكبر من الـ V بتاع الكويل. يعني دي دايرة إيه؟ يعني دايرة كاباستيف. يعني هنا كده الـ I بيليد الـ V. كل دي كلمات مهمة. يبقى أنا لو في الـ region اللي هنا، اللي ناحية الشمال، هقدر أقول إن XC أكبر من XL، أو VC أكبر من VL، أو الدايرة كاباستيف، أو الـ I بتليد الـ V. طب روح لناحية الشمال، هنا أهو. مين اللي اعلى؟ الـ XL، يعني XL اكبر من الـ XC، يبقى VL اكبر من الـ VC، يبقى الدائرة بتاعتك عبارة عن دائرة اندكتف، يبقى ساعتها الـ V هو اللي بيليد الـ Y. يعني لو رسمت جراف للـ Z اهو، بص جراف الكوباية المشهور، رسمه ازاي؟ كده اهو. او حتى لو رسمت جراف للـ I بالمرة تفهم برضو مفيش فايدة. ماشي، مش مشكلة. تفهم ان النقطة دي عندها ريزونانس، اللي قبل كده بيبقى كاباستيف، اللي بعد كده بيبقى اندكتيف. نفس الكلام هنا كده، ماكسيمم كارنت ريزونانس، اللي قبلها بتبقى كاباستيف، واللي هنا بتبقى ايه؟ بتبقى اندكتيف. ماشي، فده كلام مهم جدا ان انت تبقى ده. تعالى نشوف السؤال ونشوف هنحله ازاي. بص كده اقرا السؤال عدل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the points where the potential difference between the capacitor is greater than the potential difference between the coil. V capacitor اعلى من V coil. يعني هو بيتكلم على المنطقة اللي تعتبر كاباستيف. طب ايه ده؟ مش محتاج افكر، لسه رسمينها. نقطة واحد واثنين. طب لو كان سألني عن الاندكتيف كنت اقول له كام؟ كنت اقول له نقطة اربعة ونقطة كام؟ نقطة خمسة. طب لو كان سألني عن الريزونانس او الاوميك كنت اقول له نقطة كام؟ اقول له نقطة 3. شفت الفكرة عاملة ازاي؟ موضوع بسيط، محتاج حد فاهم ومركز. اللي بعده، المنظر اللي قدامك ده دي ار ال سيركت. طب ما تيجي نحسب تان ثيتا كده. يلا، تان ثيتا بتساوي ايه؟ ها، تان ثيتا ايكوال اكس ال على الار. وهو بيقول لك ان الاكس ال عبارة عن ار اصلا، يعني كده ار على ار اللي هي بوحدة. شفت تان واحد بكام؟ ب 45. يعني الثيتا الاولانيه قبل ما اعمل اي حاجه في المساله ب 45. الراجل بعمل ايه في المساله؟ بيقول لك لو انا قصيت ربع الكويل اند كونكت ذا ريست بورت، يعني جيت على الكويل ده شلت منه الربع واتبقى ثلاث ارباع ووصلت بقيه الجزء ده. هي مش ال بتاعت الكويل برضو بتساوي منال؟ لما انا قصيت الربع لميته اتبقى تلات ارباع، يعني كده اللينس قل تلات ارباع، والان دي قلت برضو تلات ارباع، وفي هنا كده باور 2 على الاله. اعمل 3 اوفر 4 باور 2 على 3 اوفر 4، كان الباور 2 ده طاير 3 اوفر 4، يبقى هنا 3 اوفر 4، يبقى الاله دي قلت 3 اوفر 4، والاكس ال ايكوال 2 باي اف ال. فلو الال دي قلت 3 اوفر 4 يبقى الاكس ال برضو قلت كام؟ 3 اوفر 4. يعني من الاخر انا عايز اقول لك ان اكس ال الجديده بتساوي 3 على 4 من اكس ال القديمه اللي هي اوريدي كانت باور، يعني 3 على 4. فلما تيجي تحسب ثيتا، بص كده، تان ثيتا الاكس ال الجديده بكام؟ 3 على 4 ار. على مين؟ على الار زي ما هي. طاير الار مع الار، يعني تبقى شيفت تان 3 على 4 تدينا كام يا عم الحاج؟ يبقى ثيتا 2 بتساوي 36.86. بص بقى المتسرع القهوه هيعمل ايه؟ هبص على الاجابات يوم مختار لتر. ما ركزش بقى، هو بيقرا السؤال. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفيس انجل ديكريس باي 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 قد ايه؟ يعني هو مش عايز يحسب ثيتا 2، هو عايز يحسب التغيير اللي حصل في الثيتا. يعني هو عايز ثيتا 1 ناقص ثيتا 2، يعني هو عايز 45 ناقص 36.86 دي اللي هي تطلع ب 8.13 تقريبا. يعني الاجابه الصح يا شباب لتر كام؟ لتر A مش لتر B. محتاج تركيز. ده في ناس اول ما طلع لها 36. يلا بينا نختار على طول لتر B. قلت لك قبل كده بلاش التسرع، تأني وانت بتقرا السؤال، تأني وانت بتختار الاجابه.
عشان هنا الراجل بيقول لك decrease the by قد ايه، هو ما قالكش decrease the to قد ايه، هو قال لك قلب قد ايه، فبعمل دلتا تيتا يعني تيتا 1 ماينس تيتا 2. يلا السؤال اللي بعده، عايز احسب الالكتروموتيف فورس بتاع الاي سي سورس. على فكره ممكن احلها في خطوه واحده وتلاقي المساله سهله. بص انا اعمل ايه، 0.4 و0.2 يعني ال توتال بكام 0.6 هنري، والفريكوانسي بكام ب 500 على باي. يعني انا اقدر احسب الاكس ال بتاع البرانش اللي فوق 2 باي في الفريكوانسي اللي هي 500 على باي في ال اللي هي 0.6. تعالى كده نحسبها، هيبقى 2 باي في 500 على باي في 0.6، يعني كده البرانش اللي فوق ده 600 ايه 600 ومعايا الكرنت، معايا الاكس ال ومعايا الكرنت، هات لي الفي، يبقى 0.2 في 600 يطلع ب 120 في ثانيه. يبقى الفولتج بتاع البرانش اللي فوق بكام؟ ب 120. طب ما كده كده البرانش اللي تحت برده 120 مش محتاج احسبه، يبقى كده الفي توتال بكام برده؟ ب 120. يعني الاجابه ليتر سي. طب حد تاني بيحب يتفزن، بص هيعمل ايه، هيقول لك هو مش الكرنت اللي هنا 0.2، مش اللي فوق 0.6 واللي تحت 0.3 هنري؟ اقول له تمام ماشي، يعني كده الكرنت اللي تحت يبقى بكام؟ فكر معايا، لو ده ضعف ده يبقى الكرنت اللي يبقى 0.4. تمام، يبقى الاي توتال 0.6 امبير، يبقى هو كده جاب لي الاي توتال، يقوم جايب لي ال توتال 0.6 بار مع 0.3 0.2 هنري، يقوم جايب لي الاكس ال توتال بتاعت السيركت يعني 2 باي في الفريكوانسي اللي هي 500 على باي في 0.2، ده ربنا يعين. يلا يبقى 2 باي في 500 على باي في 0.2 200. مين ده الاكس ال توتال، ومعاك الاي توتال، هات لي الفي توتال. يلا يبقى 0.6 في كام؟ 200. سبحان الله، ده 120. حل بالطريقه اللي تعجبك، حل بالطريقه اللي تريحك، بس طبعا الطريقه الاولى اسهل، انت جبت الفولتج بتاع البرانش ده كبرت دماغك، مش لازم بقى تروح تحسب ال توتال والقصه الحزينه دي. اخر سؤال في شابتر 4، سؤال حلو جدا جدا على الكاباستور، خليه بقى بالمره اسمرايز كده عن حته الكونكشنز بتاعه الكاباستور لما يبقى سيريس ولما يبقى بارلل. عايزين نمسح ده، هو مش مقتنع ليه ان انا عايز امسح. طب عايزين صفحه ثانيه، طيب اي حاجه ماشي. تعالى كده جيب لك كاباستور وكاباستور، ده كده سي 1 وده كده سي 2، ده كده ايه سيريس كونكشن، وهنا كده كاباستور وكاباستور، ده كده ايه بارالل كونكشن. قالك والله ان هما لو متوصلين سيريس انت هتتعامل معاهم معامله البارلل، يعني هنا كده السي توتال هيساوي سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2، وهنا كده هتعملوا معامله السيريس، يعني سي توتال ايكوال سي 1 بلس سي 2. افتكر معايا، هي مش الكيو كانت بتساوي سي في؟ لو انت في حاله السيريس يعني كان الكرنت ثابت، يعني كان الكيو ثابته، فهنا كده الكيو كونست. طب سؤال، هو مش كده ال V بتساوي Q على C؟ يعني ال V وال C inverse، يعني هنا كده V inverse مع C. طب في حالة ال parallel ال V ثابتة، Q equal C V، ال V ثابتة V constant، يبقى ال Q وال C direct. يبقى تاني لو انت في السيريس الكيو ثابته والفي انفرس مع السي، لو انت في البارالل الفي ثابته والكيو دايركت مع السي. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل. بص كده الراجل هنا بيقول لك ان المفتاح كان مفتوح في الاول، ده كاباستور 1 از تشارجد، يعني في الاول كاباستور 1 التشارج بتاعه كان ب 60 مايكرو كولوم، وبعد كده كاباستور 2 واز ان تشارجد مش مشحون خالص، قام هو قفل المفتاح، فالاثنين دول كده متوصلين ان ايه يا حاج؟ متوصلين ان بارل. فطالما هم بارل فانت فهمت ان الفي قد الفي، يعني تقدر تقول ان في توتال ايكوال في 1 ايكوال في 2. طب هو مش الكيو بتساوي سي في؟ يعني الفي بتساوي كيو على سي، يعني كده كيو توتال على سي توتال ايكوال كيو 1 على سي 1
equal Q2 على C2. Q total بكام؟ ب60. C total بكام؟ 2 C و C دولت connected in parallel، هتعامل معاملة السيريز، يعني هتبقى 3 C equal Q1 اللي أنا معرفهاش على C1 اللي هي ب C equal Q2 اللي أنا معرفهاش على C2 اللي هي 2C. طيب الموضوع عبيط أوي، ساوي الاتنين دول ببعض يبقى 60 على 3 C equal Q1 على C، طاير ال C مع ال C يبقى كده Q1 بقت بكام؟ 60 على 3 اللي هي 20 مايكرو كول. طب تعالى نساوي الناحية التانية، ودي الاثنين الناحية دي يبقى كده 60 على 40، يعني هنا كده هيبقى 40 مايكرو كولوم، فوق هنا هيبقى 20 مايكرو كولوم، يعني إجابة لتربي. طبعا انت ممكن تجيبها كده بالنظر يعني بالحب، ازاي هو مش الكيو توتال المفروض يطلع ب60؟ وفي نفس الوقت انت لسه قايل لك في الصفحه اللي فات ان لو هما بارلل هيبقى الكيو دايركت مع السي، فلو السي اللي تحت دبل السي اللي فوق فلازم الكيو اللي تحت يبقى دبل الكيو اللي فوق، يعني لو اللي تحت ده ب2 واللي فوق ب1 يبقى لازم هنا 40 وهنا كام؟ وهنا 20. الاجابه كده شباب لتر كام؟ لتر سؤال محتاج حد بس فاهم الكونكشنز بتاعت الكاباستور، امتى يبقوا سيريس، امتى يبقوا بارلل، وامتى كده. ماشي انت فهمت قصدي كده يا شباب. احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الالكتريستي كلها، شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3. اتمنى ان انت تكون استفدت، واتمنى ان انت تكون فهمت اكتر من ان انت عرفت الاجابه دي، اهم حاجه بالنسبه لي. بعد كده هنبتدي في شابتر 5 ونخلص المودرن ونخلص الامتحان بتاع 23 الدور الاولاني. نستكمل يا شباب، ندخل على المودرن ونبدا بشابتر 5، 5 اسئله على السريع دي 7 درجات. تعال نشوف السؤال الاول. السؤال الاول بيقول لك ا فوتون اوف فريكوانسي كذا سو ذا لينير مومنتم. قوانين المومنتم يا عم، هو مش المومنتم بتساوي الماس في السي، او بتساوي ايه؟ بتساوي اتش على اللامدا، او بتساوي اتش ميو على سي. هو انا مديك الفريكوانسي فبالتالي هيعوض بالقانون الثالث، يعني الاتش اللي هي 6.625، وبالمناسبه الارقام دي كده كده جايبها في المساله يعني مش محتاج تحفظهم، والفريكوانسي اهو 4.2 ملتبلاي 10 تو ذا باور بوزيتيف 40 على السي اللي هي 3 ملتبلاي 10 تو ذا باور. تعالى بقى نحسب هذه الحسبة الجميلة ونشوف هتطلع بكام. طلعت معايا 9.275 كلهم شبه بعض تقريبا multiplied into the power negative 28. وتأكد بعد إذنك واحسبها بالآلة عشان الأرقام كلها شبه بعض، فرق كله في الديسمال بتاع النيجاتيف 20. فسؤال دايركت درجة واحدة في السريع، حافظ القانون هتنجز نفسك، موجود فرقة مفاهيم متعوض وخدت الدرجة والسلام عليكم. اللي بعده دي مهمة جدا، لو انت فاكر كان في ريليشن استنتجناها وكنا بنغني فيها من اول السنة ان اللامدا انفرسلي بروبورشنال مع روت البوتنشال ديفرنس، فبالتالي هو بيقول لك انا عايز لامدا بتاعت الاولاني على لامدا الثاني. طب ما لامدا 1 على لامدا 2 ايكوال روت في 2 على روت في 1. في 2 بكام؟ ب 8000، يبقى كده روت 8000 على روت 2000. الكالكوليتر بتاعتك جميله، روت 8 على روت 2 تطلع بكام؟ تطلع ب 2 اوفر 1. بلاش تحسبها بدماغك عشان في ناس بتطلعها 4 اوفر 1، لا هي تطلع 2 اوفر 1. احسب الكلام ده بتاعك. برضه السؤال عايز حد مذاكر لامدا انفرس مع روت الفي، مساله خلصت في ايه؟ في سنه. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال رقم 32، السؤال ده امتحان السنه اللي فاتت اتحسب للناس كلها صح عشان كان في غلطه او السؤال كان ما كانش موضح حاجه معينه. ايه بقى الحاجه دي؟ خلينا نفهم. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك انهي جراف من دول بريبريزنت ريليشن بتوين الانرجي emitted from a black body and the ايه؟ and the wavelengths of ايه؟ of a photon. ففي حد قال لك طالما بلاك بودي
يبقى كده الريليشن بتوين الانتنسيتي او الانرجي الاثنين واحد، وبتوين اللامدا تبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله كده. في حد قال لك طالما فوتون يبقى الانرجي بتساوي اتش ايه؟ اتش سي على لامدا، يعني الانرجي بتاعتك انفرسلي بروبورشنال مع اللامدا. فبالتالي في ناس اختارت الاجابه لتر دي، فيجر 2 او فيجر 1، يعني هي كده فيجر 1 او فيجر 2. يعني السؤال في حاجه غلط او في حاجه مش واضحه ومش موضح لك، وبتكلم على جراف البلاك بودي ولا بتكلم على الفوتون؟ فالاجابتين هنا هيمشوا، وطبعا في امتحان السنه اللي فاتت اللي حصل حسب لهم الاثنين صح. وده يعلمنا حاجه، ان انت ممكن تبقى في الامتحان وفي سؤال زي ده يظهر لك، ايا كان بقى سؤال صح سؤال غلط ايا كان المشكله اللي في السؤال، وتخرج من الامتحان تفاجئ اصلا ان اللي بيسهل الامتحان حسب الدرجه لكل الناس. فبلاش توتر نفسك وانت في اللجنه، يعني بلاش تبقى انت قاعد في اللجنه مثلا وواقف قدام السؤال ده، خلاص بقى حياه او موت قاعد قدام السؤال ده ساعتين وتسيب انت بقيه الامتحان. لا، حل على قد ما تقدر. قبلك سؤال صعب، قبلك سؤال انت مش فاهمه، قبلك سؤال حاسس ان في حاجه غلط، خلاص اعمل اي اجابه، وممكن ان شاء الله ربنا يكرمك تخرج من اللجنه تلاقي ان السؤال ده اتلغى، السؤال ده الدرجات بتاعته اتوزعت ايا كان. اتفقنا؟ فالسؤال ده اكيد ايه اجابته مش هقدر اقول هي لتر بي ولا لتر دي، عشان زي ما بقول لك السؤال فيه حاجه غلط، ممكن حتى ترجع لمستشار الماده قال لك ان السؤال ده ايه الاجابه تنفع لتر بي او تنفع لتر دي، بس هو مش موضح في السؤال. تمام، نروح للي بعده نمبر 40. سؤال على مين؟ على الالكترومايكروسكوب، نفس الريليشن اللي احنا كنا بنغني فيها، لامدا ايكوال او لامدا سوري انفرس مع روت البوتنشال ديفرنس. يعني كده لامدا 1 على لامدا 2 ايكوال روت في 2 على روت في 1. هو بيقول لك ان الدايمنشن في الاول كان ب 20 بقى ب 15، يعني كده لامدا 1 كانت ب 20، لامدا 2 ب 15 ايكوال روت في 2 على روت في 1. يا باشا هو انت ليه ما حولتش يا باشا نانوميتر ونانوميتر هيطيروا مع بعض؟ ودي لي بقى روت في 1 هنا، يبقى كده روت في 2 ايكوال 20 على 15 روت في 1. هو 20 على 15 دي اللي هي بكام؟ 20 على 15 اللي هي ب 1.33، احنا مظبوطين وصل 1.33، يبقى كده روت في 2 ايكوال 1.33 روت في 1 سكور، يبقى كده في 2 ايكوال 1. الانسر بتاعتي يعني باور 2 هتدي لك كام؟ هتدي لك 1.78. المتسرعين يقوم مختار الاجابه لتر سي. خلي بالك المره المليون هو بيلعبك على الحته دي، بيقول لك انكريزد باي قد ايه وديكريزد باي قد ايه. هي في الاول كانت بكام؟ كانت في 1، دلوقتي بقت بكام؟ بقت ب 1.78 في 1. حلو الكلام؟ يبقى هي كده زادت بقد ايه؟ بلس كام؟ اعمل الرقم ده ماينس الرقم ده، 1.78 ماينس 1 يعني زادت ب 0.78، يبقى كده هي increased by 0.78. يبقى تاني يا شباب كل اللي انا عملته اللامدا انفرس مع روت البوتنشال ديفرنس، كلام محترم. طب وبعد كده قمت عامل لامدا 1 على لامدا 2 ايكوال روت في 2 على روت في 1. وبعد كده هو كان عايز مين؟ هو ما كانش عايز يعرف هي اللامدا او سوري مش عايز يعرف البوتنشال ديفرنس زادت لقد ايه. لو هو قال لك increased by increased 2 قد ايه هتقول له 1.78 اللي هي الاجابه لتر سي. انما هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك increase the by قد ايه؟ هو عايز يعرف الزياده اللي حصلت، هي زادت ب 0.78. السؤال اللي بعديه ماشي، ده اخر سؤال في شابتر 5، السؤال المقالي اللي في الامتحان. يبقى انت دلوقتي عندك سؤالين مقالي، عندك السؤال الجميل بتاع الترانسفورمر وعندك السؤال بتاع شابتر 5. نقرا السؤال. بيقول لك a monochromatic light of frequency، يبقى ده كده الفريكونسي انسيدنت، والماكسيمم كاينتيك انرجي اللي خرجت بواحد الكترون فولت. ستوب. Energy incident equal work function plus ال kinetic energy. Energy incident h mu incident equal ال work function plus ال kinetic energy. يبقى كده 6.625 multiplied 10 to the power negative 34 وال frequency ال incident كانت ب 6 multiplied 10 to the power positive 14 equal ال work function بلس الكاينتيك انرجي اللي هو 1 الكترون فولت. طبعا لازم تحوله للجول، يعني تضربه في 1 ملتبلاي 1.6 ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 19. كده من هنا هتحسب مين؟ من هنا هتحسب الورك فانكشن، يعني هتحسب الحسبه دي تودي ده الناحيه الثانيه بالماينس. يلا بينا، 6.625 ملتبلاي 10 تو باور نيجاتيف 34
multiply 6 multiply 10 to the power positive 14 minus 1 multiply 1.6 multiply 10 to the power negative 19. الورك فانكشن طلع ب 2.375 multiply 10 to the power negative 19. شوف الراجل بيقول لك ايه؟ لو انا جبت another light with frequency x، يعني خلاص الفريكونسي دي ما بقتش موجوده، بقى عندي frequency اسمها x on the same cathode. خلي بالك on the same cathode انا كده فهمت ان هو نفس الميتال، فبالتالي هيبقى نفس الورك فانكشن، يعني ده كده هيفضل ثابت. وبيقول لك ان الكاينتيك انرجي بقت 0.38. باش نحل المساله من اول وجديد، ميو انسيدنت او انرجي انسيدنت ايكوال ورك فانكشن بلس الكاينتيك انرجي. بكام عامل الحاج ده؟ او 2.375 multiply 10 to the power negative 19 plus الكاينتيك انرجي الجديده اللي هي 0.38، طبعا لازم احولها multiply 1.6 multiply 10 to the power negative 19. نحسب يا باشا 2.375 multiply 10 to the power negative 19 0.38 1.6 multiply 10 to the power negative 19. طلع ان الانرجي انسيدنت بتساوي 2.983 multiply 10 to the power negative 9. هل خلصت المسألة؟ لا، ده كان عايز مين؟ كان عايز الفريكونسي. طب ما الانرجي انسيدنت بتساوي h ميو انسيدنت، يعني كده لو انت عايز ميو انسيدنت اللي هي ميو اكس يعني الجديدة، هتساوي الانرجي انسيدنت بتاعتك دي الجديدة على h. احسب كده، يبقى الانسر بتاعتي على 6.625 multiply 10 to the power negative 34 هيطلع معاك 4.5 multiply 10 to the power 14. طبعا الكلام منطقي، الفريكونسي كانت ب 6 قلت ل 4.5 عشان الكاينتيك انرجي بقت كام؟ 0.38، يعني بدل ما كانت 1 بقت ب 0.38. ده سؤال مقالي، عشان الناس اللي بتسال تقول لك هيجي لي مقال ازاي؟ هيقول لي بقى سمع قوانين ولا يقول لي جيف ريزون؟ لا، مساله عاديه خالص كانه جايبها لك في التشويس، بس هو راجل عايز يشوف فكرك، عايز يشوف انت فاهم ولا لا، عايز يشوف انت بتهبط في الام سي كيو ولا بتحل بخطوات. فانت القصه بس كلها عشان تضمن الدرجتين، حاول اولا تبقى منظم الحل، حاول تكتب القوانين صح، تظبط اليونتس بتاعتك، عشان طبعا كل ده عليه درجات، يعني كتابه القانون عليها درجات، الحسابات بتاعتك عليها درجات، اليونت عليها ارقام، يعني ما ينفعش بعد كل الكركبه دي تيجي تقول له مثلا ان الفريكونسي طلعت بالرقم ده مثلا تكتب جنبها سكند ولا تكتب جنبها فولت، لا لازم تبقى فاهم ان اليونت بتعدي هرتز، اليونت بتعدي جول، حته اليونتس مهمه جدا 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 عشان اللي بيصح ما يتلككلكش ويقعد ايه ينقصك، مش ناقص. فارجوك ركز في حوار اليونتس، ركز في كتابه القوانين صح، وركز في حسابات الارقام. ربنا يستر. ندخل على شابتر 6، يلا بينا ثلاث اسئله. السؤال الاولاني بالك ان انا عندي هنا زينون لامب وعندي هنا ليزر، تعالى راجع لك بسرعه على حته مهمه، اللاين ايميشن و اللاين ابزوربشن والقصه دي كلها. بص كده عامل حاجه، ده كده اسمه كولد جاز او ان اكسايتد اتوم، حلو، الالكترون قاعد في الجراوند ستيت. لو انا جيت من بره وعديت عليه فوتون او انرجي، او بمعنى اصح يعني عديت عليه وايت لايت، فهتلاقي ان الالكترون دي هتمتص الطاقه وتطلع لفوق، يعني ده كده لاين ابزوربشن. يعني لو انت عايز ترسمه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن شريحه ملونه، اهو شريحه ملونه وفيها ايه يا باشا؟ مش عارف انا في خط اسود ولا لا، بس يعني اعتبر ان اللي انا هرسمه ده اسود، وفيها خطوط سودا. ايه الخطوط السودا دي؟ دي اللامدا اللي اتسحبت، دي اللامدا الايه؟ الابزوربت. يبقى لو انت عندك كولد جاز او ان اكسايتد اتوم عدى عليه فوتون او وايت لايت، فيحصل له لاين ابزوربشن، يعني هتبقى شريحه ملونه فيها خطوط سودا. طبعا انت شفت الرسمه دي قبل كده في امتحانات كتير جدا. طيب الحاله الثانيه، شايف ده الالكترون بتاعتك اكسايتد، هتنزل بقى لتحت خلاص، يعني هتعمل اميشن، يعني اسمه لاين اميشن. الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في الهوت جاز او الاكسايتد اتوم، ساعتها هتبقى شريحه سودا مظلمه بالمنظر ده اهو، وفيها خطوط ملونه
اللي هي اللمضات ايه؟ اللمضه امتد. يبقى ادي اللاين ابزوربشن وادي اللاين ايميشن. طب هو ايه الكونتينيوس بقى؟ الكونتينيوس ده عباره عن ايه؟ الكونتينيوس ده كده زي الزينون لامب، زي التنجستين لامب. المهم ان هو بيعمل كل الالوان بدون اي مشكله. انا بعمل هنا كده ازرق، يعمل هنا احمر، ازرق، احمر، عكس. طبعا هو الوان الرينبو يعني، بس انا ايه ما عنديش الوان غير الاحمر والازرق هنا الاسود. فده اسمه ايه؟ ده اسمه كونتينيوس ايميشن، بيخرج كل الالوان. طب هو الليزر يعتبر ايه؟ لو انت فاكر في شابتر 7 الليزر كان بيطلع يعني لاين ايميشن، بس خلي بالك الليزر كان مونوكروماتيك، يعني هرسم له نفس الرسمه دي بس هيكون لمضه واحده، يعني هيكون الخط الليزر ده بس، مش هيبقى فيه خطين او ثلاثه، هيبقى خط واحد. فلو انا بتكلم على الزينون لامب هيبقى بالنسبه لي كونتينيوس سبيكترم، لو انا بتكلم على الليزر هيبقى لاين ايه؟ هيبقى لاين ايميشن. يعني الاجابه هو عايز 1 و 2 ريسبكتيفلي كونتينيوس ولاين، كونتينيوس ايميشن ولاين ايميشن. يبقى احنا كده راجعنا سريعا بس على الثلاثه او الاربعه دول عشان خاطر اسئله لو جت. شوف اللي بعده، سؤال جميل جدا بيلم لك بقى حته الاكس راي والجراف بتاع الاكس راي سريعا. طبعا انت فاهم ان لامدا 1 دي مين؟ لامدا 1 دي كده اللامدا مينيمم اللي هي الكونتينيوس اكس راي، لامدا 2 كاركترستيك، لامدا 3 كاركترستيك. يبقى لامدا 2 ولامدا 3 دول مالهم؟ دول كاركترستيك. ولامدا 1 هي مين؟ هي المينيمم يعني، بس هي بتاعت مين؟ بتاعت الكونتينوس. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك بو 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 راحت فين؟ increasing both the filament current، يعني هو زود الكرنت بتاع الفيلمنت، and increasing the potential difference between the cathode and the anode. هي مش لامدا كاركترستيك دي كانت بتعتمد على الاتوميك نمبر، ولامدا كونتينوس كانت بتعتمد على مين؟ على البوتنشال ديفرنس. هو هنا جه ناحيه التارجت ماتيريال او جه ناحيه الاتوميك نمبر؟ الصراحه لا، يعني كده المفروض اللامدا كاركترستيك تفضل ثابته، يعني لامدا 2 و3 ثابتين. هو مش اللامدا كونتينيوس كانت انفرس بروبورشنال مع البوتنشال ديفرنس؟ فلو انا زودت البوتنشال ديفرنس يبقى اللامدا كونتينيوس هتقل، يبقى الاجابه الوحيده تنفع للترسي. طب ايه حوار الانتنستي ده؟ قال لك اصل انا زودت الفيلمنت كارنت، فاكرين انتوا الفتيله اللي كانت بتسخن وتطلع الكترونز؟ فلما ازود الكارنت بتاعها هتسخن اكتر فتطلع الكترونز اكتر، فالانتنستي بتاعتي هتزيد، يبقى الانتنستي مالها؟ هتزيد. طب تعالى كده اقول لك على حاجه، لو انا عايز ارسم الجراف ده تاني بص انا هعمل ايه. مبدئيا كده انت زودت البوتنشال ديفرنس فلامدا كونتينيوس مالها هتقل، فالجراف هيبدا من هنا حلو وهيمشي كده، هتلاقي الانتنستي زادت بالمنظر ده، بس اللامدا لاين بتاعتي مالها زي ما هي. بص كده اهو نفس الكاركترستيك، نفس الكاركترستيك، الفرق بس الانتنستي عالي واللامدا كونتينيوس اتشفتت ناحيه الشمال. فده جراف لم لك كل الحاجات مع بعض. نروح اللي بعده 41، سؤال بدرجتين، اظن ده اخر سؤال على الشابتر 4. عارفين انتوا الالفابيتيكال اوردر اي بي سي، ايه كمل الاي بي سي، اي بي سي دي اي اف جي، مش فاكرها الصراحه. المهم يعني عايزك تفتكر معايا ان ال او بي ايه الكلام ده بقى. بص كده، ده كده الليفل الاولاني ان ايكوال 1، ده كده الليفل الثاني ان ايكوال 2، ان ايكوال 3، ان ايكوال 4، ان ايكوال 5، كي ال ام ان او. لازم تبقى بس عارفهم بالترتيب كده كي ال ام ان، عشان كده كنت بقول لك ايه الالفابيتيكال اوردر لو انت ناسي اغني الاغنيه. هو بيقول لك ان افوتون هيتس ان الكترون ان ذا جراوند ستيت، از ا ريزلت ات از اكسايتد تو ليفل ان، يعني هو راح من ان 1 لان 4. هو عايز يحسب اللامدا، طب ما اللامدا بتساوي اتش سي على فرق الانرجي اللي هو فرق الانرجي ما بين ليفل 4 وليفل 1. طب تعالى نحسب الدلتا اي كده، دلتا اي ايكوال انرجي بتاعت 4 ماينس الانرجي بتاعت 1، نيجاتيف 13.6 على 4 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 1 سكوير. تي 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 ما تنساش ان في نيجاتيف نيجاتيف، ممكن تخليها بوزيتيف لو انت حابب. يعني طلعت معاك بكام؟ طلعت ب لا اله الا الله
ماشي مش مشكلة. 12.75 إلكترون إيه؟ إلكترون فولت. ماشي تعال نحسب، يبقى 6.625 multiply 10 to the power negative 34 multiply C على عم الحاج ده، بس خلي بالك ده إلكترون فولت يعني هتضرب 1.6 multiply 10 to the power negative 19 ونقول للحسابة تحسب. يلا بينا، انت مش بتحسب حاجة بدماغك، اه لازم لو الامتحان كان من غير كالكليتر. يلا الحمد لله كانت هتبقى أزمة. طلعت بكام؟ طلعت ب 9.74 multiply 10 to the power negative 8 متر، ده الإجابة لتر. سؤال بدرجتين بس، شايف إن هو برضه مش سؤال صعب أو مش معقد أوي للدرجة، محتاج بس حد إيه يجيب الدلتا إيه صح. خلصنا شابتر 6؟ خلصنا شابتر 6. ندخل على شابتر 7 الجميل، شابتر 7 اللي أنا بقول الصراحة إن هو أسئلته دايما مضمون. تلات أسئلة بتلات درجات وكله نظري في السريع. بص أول سؤال بيقول لك لو الفيس ديفرنس بتاعت البادي ب 2 باي، افتكر معايا هي مش الفيس ديفرنس كانت عباره عن 2 باي والباث ديفرنس كانت عباره عن لامدا. هو بيقول لك بقى ان الفيس ب 2 باي، يعني هشيل ده واكتب 2 باي. طب ما كده الباث بقت بلامدا عادي. بص كده فيس على باث ايكوال 2 باي على لامدا. هو بيقول لك ان الفيس بيساوي 2 باي، 2 باي تتقلم على 2 باي كروس ملتبليكيشن يبقى اللامدا بتساوي باي. هو كان عايز الباث يبقى بتساوي لامدا. سؤال لهبل قوي، مفيش حاجه اصلا، ممكن تحله بعينك كده. لو دي 2 باي ودي 2 باي يبقى دي لامدا ولامدا. طب اللي بعده هولوجرام، هفكرك بحاجتين. كان في حاجه اسمها الريفرنس بيم والريفلكتد بيم. البيم اللي بيقبض في المرايه وبيروح على الفوتوجرافيك بليت بس، اللي بيبقى معاه بس الانتنستي، ده بسميه الريفرنس بيم. انما البيم اللي بيروح للاوبجكت وياخد منها الانتنسيتي وياخد منها التوبوجرافي اللي هي الباث ديفرنس او الفيس ديفرنس، بسميه الريفلكتد بيم. وبعد كده الاثنين دول بيعملوا انترفيرنس مع بعض، يكون لك صوره 3 دي بس بتبقى متشفره كودد، بتوقع عليهم شويه ليزر رقم 3 عشان تفك التشفيره وتبقى صوره 3 دي. اه بيسالك هنا سؤال بريء جدا، بيقول لك الريفرنس بيم، ريفرنس بيم اللي هي دي اللي هي ريسي اللي هي لتر كام؟ لتر سي. اشمعنى عرفت ان هي ريفرنس بيم؟ عشان هي ما راحتش للبادي اصلا، ما راحتش للاوبجكت، هي يا دوبك ردت في المرايه وجت على طول على الفوتوجرافيك. يبقى الاجابه لتر سي. اظن الموضوع ده انت شايف بسيط جدا. طب اللي بعده بيقول لك الليزر برودكشن بيحصل فين؟ ده كده الهيليوم وده كده النيون. انت عارف ان هنا بيحصل كده بوبوليشن انفيرجن، فبينزل الكترون لتحت فبيعمل سبونتينيوس اميشن فبيخبط في المرايه فبيرد تاني، فالفوتون بينزل الكترونز المبدئيه ستيميوليتد وبيحصل مالتيبل ريفلكشن لغايه ما يخرجوا من المرايه سيمي ترانسبيرنت، يعني بيخرج من ترانزيشن رقم كام؟ رقم 2. ده برضو ما فيهوش مشكله، بيخرج من ترانزيشن كام؟ بيخرج من ترانزيشن 2. ده كده كان سؤال رقم 9. السؤال الاخير في الليست، ندخل على تشابتر 8. اربع اسئله بكام؟ أربع أسئلة بأربع درجات، تمام؟ السؤال الأولاني سؤال حلو قوي، يربط لك بقى الراجل الصايع ما بين شابتر 1 وما بين شابتر 8. لو أنت فاكر في شابتر 1 لما كنت بزود التمبريتشر الكوليجنز كانت بتزيد، فالكاينتيك انرجي كانت بتزيد، فالريزيستنس والرخامة بتزيد. طب ولما الرخامة تزيد يبقى الكوندكتيفيتي بتقل. انما في شابتر 8 يعني الكلام ده فين؟ في الكوندكتور. طب في السيمي كوندكتور كنت بقول ايه؟ كنت بقول لما التمبريتشر تزيد النمبر اوف بروكن بوند هي انكريس، يبقى الكوندكتيفيتي بتاعتي هتزيد. من الاخر انا عايز اقول لك ان انا لو بتكلم على كوندكتور وانا كده سيمي في الكوندكتور التمبريتشر بتاعتك انفرسلي بروبورشنال مع الكوندكتيفيتي، في السيمي كوندكتور التمبريتشر دايركتلي بروبورشنال مع الكوندكتيفيتي. معلومه من ده، يلا بينا. الكترو كوندكتيفيتي وتمبريتشر، بص كده جراف بيزيد بيزيد. ده مين ده؟ ده البيور سيمي كوندكتور. مظبوط ليه كده بس؟ ماشي مش مشكله.
بص كده اهو باللون الاحمر اهو، بيور سيمي كوندكتور تمبريتشر دايركت مع الكوندكتيفيتي. طب بص كده بي ال كوبر واير يعني كوندكتور يعني تمبريتشر انفرس مع الكوندكتيفيتي. يبقى فيجر كام ده؟ فيجر تالت. مسألة خلصت في ثانية. نشوف اللي بعده. سؤال الدايودز اللي شكله شوية يخوف من بعيد. هو بيقول لك the resistance of the diode in the forward is باتنين، يعني لو هو connected in forward connection فالR بتاعت الدايود باتنين، وطبعا لو هو connected in backward يبقى بكام؟ يبقى بانفينيتي. طيب بيقول لك بعد كده يا ترى ايه انسب طريقه ان انا اقفل المفاتيح بحيث ان انا obtain the largest power in the electric lamp. يعني هو عايز الباور ده يبقى ماكسيمم. يا عمنا ما هو مش الباور ده بيساوي I squared R I total يعني، وكده كده الR بتاعت اللمبه ثابته، فانا لو عايز باور ماكسيمم يبقى عايز اي توتال ماكسيمم، والاي توتال بتساوي في بي على الار توتال. يعني لو انا عايز اي توتال يبقى انا عايز ار توتال مالها قليله. يبقى انت في دماغك انا هقفل المفاتيح بحيث ان الار توتال بتاعت السيركت تبقى اقل ما يكون. طب الكهرباء ماشيه كده 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 كده، هتيجي هنا هل هتمشي في الباكورد كونكشن؟ مستحيل، فبالتالي لازم تمشي تحت، فلازم اقفل كي 1. هتيجي هنا قدامي ثلاث طرق، يا اما امشي هنا كده اقفل ده وامشي كده، يا اما اقفل ده وامشي كده، يا اما اقفل الاثنين وامشي في الايه في الطريقين. طب انا اختار انهي طريق؟ هنشوف دلوقتي. تعال نجرب. لو انا قفلت كي 1 وكي 3 فالكهرباء تيجي كده 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 بالمنظر ده، يعني 2 اوم و2 اوم، يبقى كده الار توتال بكام؟ ب 4. طب تعالى نختار الطريق اللي فوق، هقفل ده برضو واقفل ده بس، فتمشي كده 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 بالمنظر ده، 2 و2، يعني الار توتال برضو بكام؟ ب 4. طب ايه رايك حد نصح؟ قال لك ده انا هقفل المفتاحين. ايوه يا باشا، بص كده اهو، همشي كده 2 اوم ويتقسم 2 و2، يعني 2 بارلل مع 2، 2 بارلل مع 2 ب 1 زائد الاثنين ب 3. يعني انا لو قفلت مفتاح واحد هتبقى الار توتال ب 4. قفلت المفتاح الثاني ار توتال بكام؟ ب 4 برضه. طب لو قفلت المفتاحين مع بعض هيبقى الار توتال ب 3. وانا كنت بدور على ايه؟ انا كنت بدور ان الار توتال تبقى اقل فاليو عشان اخلي الاي توتال يبقى اعلى فاليو. يبقى كده يا شباب لازم اكون قافل الثلاث مفاتيح، يعني الاجابه بتري ان حضرتك لو قفلت ده وده وده فكده الكهرباء هتيجي تمشي هنا في الاثنين تطلع فوق في الاثنين تمشي هنا في الاثنين، يبقى كده الار توتال واحد زائد اثنين بتلاتة، اقل ار توتال يعني اعلى اي توتال يعني اعلى باور. اللي بعده ترانزستور. فكرك كده سريعا بالترانزستور، الفا اي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي اي سي على اي امتر، وبيتا اي اي سي برضو بس على اي بيس. الراجل هنا بيقول لك if the current of the emitter بيساوي 120 من الكرنت بتاع البيس فايند الالفا اي. طيب يا عم ماشي، الفا اي ايكوال اي سي على اي امتر، هشيل الاي امتر واكتب بدلها 120 اي بيس، 120 اي بيس. طب فوق هشيل اي كولكتور واكتب ايه؟ هي مش الاي امتر بتساوي اي كولكتور زائد اي بيس؟ الاي امتر دي هو قال لك ان هي بكام؟ ب 100 و20 اي بيز، يبقى 120 اي بيز ايكوال اي كولكتور زائد اي بيز، وادي الاي بيز الناحيه دي يبقى اي كولكتور ايكوال 119 اي بيز. على الاله الجميله 119 على 120 تطلع 0.9. صح. انا بس عايز اعلق تعليق بسيط، معلومه كده على جنب خليها عندك، ان الفا اي ليس ذان 1 وبيتا اي دايما بتبقى جريتر ذان 1. فهو هنا بيقول لك احسب الفا اي، فانت بالعقل كده عمرها ما تطلع دي عمرها ما تطلع دي، هي يا اما دي يا اما دي. ليه بقول المعلومه دي؟ عشان يعني خليك ضامن، او مش خليك ضامن يعني خليك في اسوء الظروف، لو انت مثلا عطلت في المساله او مش عارف تحسبها او الوقت خلص عندك في الامتحان بعد الشر، يبقى انت تقدر ايه؟ يعني تلغي اجابتين تستبعد اجابتين وتاخد الريسك ما بين اجابتين، يبقى الريشيو بتاعتك يعني 50-50. ما علينا، المهم خلي المعلومتين دول عندك، ان الالفا دايما اقل من 1 والبيتا دايما اكبر من. نختمها بقى؟ نختمها بالسؤال الاخير، سؤال رقم
13. والسؤال ده يعني فيه غلطة عندكم، عايز بس اجيب الصح. خليني ادور على الصح بتاعها، ثواني. ده شابتر ايه؟ عشان في هنا كده سيركت ناقص، اسمها لك. بص يا حاج، المفروض ان هي عباره عن كده اند، يعني انا مكتوبه ده مش اجابه، ها ده الحته الناقصه يعني في السؤال. ده السؤال، جبنا السؤال الحمد لله. هو بقى كان عايز ايه؟ Which of the following simple electric circuit represents the combination of the logic gates؟ انا عندي اوبشن حلو قوي ان انا اعمل تريس تيبل واجرب. يعني هاجي هنا كده وقايل لك والله ان ده الاي وده البي وده الاوت، احط هنا 1 1 0 0 1 0 0 1، ونقعد بقى نجرب ونلعب واحنا فاضيين في الامتحان. في حد لماح قال لك ايه؟ قال لك طب انا فاكر ان الاند ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن مفتاحين سيريز، وفاكر النوت ده كان عباره عن لمبه بارلل مع المفتاح. يعني ادي مفتاحين سيريز وادي لمبه، فاختار سيركت ثالثة. ده حد ايه؟ عايز ينجز نفسه. طب حد عايز يحلها بما يرضي الله؟ تعالى احلها لك بما يرضي الله. خلينا نعمل الاربع افتراضات دول. واحد وواحد، واحد وواحد، الاند اتخرج واحد، فالنوت اتخرج كام؟ اتخرج زيرو، يبقى هنا كده زيرو. طب 0 و0 0 و0 الاند اتخرج 0 والنوت خرج 1، بتعكس. طب 0 و1 الاند اتخرج 0 برضه، فدي تخرج 1. طب 1 و0 فالاند برضه تخرج 0، فال0 تبقى 1. تعال نجرب بقى في السيركت دي. لو انا قافل المفتاحين اللمبه مش هتنور، صح؟ لو انا فاتح المفتاحين اهو فاللمبه هتنور، منطقي لو فاتح المفتاحين اللمبه هتنور، ماشي. لو انا قافل مفتاح واحد فاللمبه برضو هتنور، لو انا قافل مفتاح واحد من هنا فاللمبه برضو هتنور. يبقى الوحيده اللي تمشي مع كل الاربع افتراضات دول هي مين؟ هي سيركت 3. اخترتها على طول في الانجاز عشان زي ما قلت لك المفروض انت فاهم ان الاند دي بيبقى عباره عن مفتاحين سيريس، والنوت بيبقى عباره عن لمبه بارلل مع المفتاح. كده يا شباب احنا خلصنا الامتحان. انا عارف ان الفيديو طول شويه، بس حاولنا على قد ما نقدر ان احنا كل سؤال نركز على فكره السؤال اكتر من الاجابه، نعمل سمرايز سريع كده، ولو في فكره محتاجين ان احنا نشرحها تاني شرحناها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى برضو ان انتوا تكونوا بتحلوا كويس في العربي وفي بقيه المواد. ربنا يوفقكم يا شباب، بالتوفيق.